يا صباح الخير والهنا والرزق وكل حاجة حلوة، وصباح الهنا كده على كل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي داخل مصر وخارج مصر. صباح النصر يا رب، وكل سنة وإحنا جميعا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد. يا رب كده كل أيامنا تبقى عيد وكلنا نعيد مع بعض وننبسط ونفرح. أي عيد، بص عيد ميلاد أي حد حتى ما نعرفوش هنحتفل بيه وهننبسط كلنا. يا رب كده تبقى سنة خير علينا جميعا وعلى النادي الأهلي. الحمد لله على السلامة كريم، وألف سلامة. ولازم تكلمنا عن موضوع ما احكيلكيش يا واد، ما احكيلكيش. الله يسلمك، ربنا يخليكي. صباح الفل عليكي وصباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. اهلا بيكم وبدايه حلقتنا جديد، حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. وكل سنه وكل اخواتنا واهالينا وحبايبنا طيبين. طبعا احنا في مصر من البلاد اللي يمكن اكتر بلد في الدنيا صعب جدا الواحد يعرف مين المسلم ومين المسيحي، مين مصطفى ومين مينا، مين محمد ومين مش عايزين نعرف حتى. بالظبط، مش عايزين نعرف. وحتى لو حبينا نعرف في كتير من الاحيان صعب جدا نعرف. احنا بنحتفل مع بعض في كل الاحلام، يعني كل صحيح. المناسبات الدينيه المختلفه. اول المهنئين للمسلمين في رمضان وفي الاعياد هم اخواتنا المسيحيين، واول المهنئين لاخواتنا المسيحيين في اعياد الميلاد المجيده بيكونوا دايما من المسلمين. فيا رب زي ما انت بتقولي يا نهاوند، دايما يا رب مع بعض فرحانين ومحتفلين، ويا رب برضو تكون سنة خير علينا كلنا بإذن الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا. النهاردة إن شاء الله في ساعتنا الثانية هيكون عندنا أكتر من فقرة. الفقرة الأولى هينورنا فيها كابتن صديق الجمال نجم النادي الأهلي السابق، وعندنا حواديت كتير عايزين نحكي معاه فيها. فقرتنا الثانية هينورنا فيها الباشمهندس هاني محمود وهو رئيس الأولمبياد الخاص. وثالث وآخر فقراتنا هتكون فقرة طبية مع الدكتورة دينا أبو السعود. عامة هندخل على المواضيع، بس ألف سلامة على صباحك برضه عشان السادة المتابعين وعارفين إيه اللي حصل. يعني ده كان جزع صح؟ لا ده قطع في الوتر، قطع في الوتر، قطع في الوتر نتج عنه ان انا ابقى في الحبيس هذا الاصبع الحديدي لمده شهر ونص. بعيد عنك، بس البدايه غير موفقه كده خالص. بس نقول الحمد لله ان شاء الله ترجع بألف سلامة. تعالوا بقى نروح لحديث الساعة، حديث الساعة وصفقات الأهلي الجديدة اللي بقالنا فترة كتيرة جدا الناس بتتكلم وبتسألنا. وطلع طبعا الزملاء الأعزاء في برامج المختلفة ونقدر بعض النقاد الرياضيين يعني بيتكلموا في صفقات. احنا تاني بنلتزم حتى لو عندنا معلومة، بنلتزم ان احنا بنتكلم في الصفقات بعد ما بيتم الإعلان بشكل رسمي من قبل النادي الأهلي. اتكلمنا في ده كتير جدا، لكن خلينا نقول بقى خلاص طالما النادي الأهلي يعني أعلن، هتسمعوا حضراتكم بقى مننا يعني الإعلانات أو يعني الأخبار كده بشكل رسمي من كمان طبعا كابتن أمير توفيق مدير التعاقد بالنادي اللي بيطلعنا اول باول بالصفقات اللي كان اخرها انضمام محمد كريستو لاعب النجم الساحلي التونسي لصفوف النادي الاهلي. ده هيكون لمده 4 سنين ونص باذن الله بعد انهاء كافه الاجراءات الاداريه والماليه الخاصه بيه. طيب من ناحيه هنا الكشف الطبي، لان ده مهم جدا، سمعنا اكتر من صفقه. اي صفقه بتتم مع اي نادي يا كريم طبعا زي ما حضراتكم عارفين لازم بيكون في فحص طبي او كشف طبي. الكشف الطبي ده على اساسه بيتم التعاقد او الصفقه بتكمل او لا. حتى لو كنا سمعنا قبل كده أسماء والأسماء دي تم الإعلان بعدها أن هي لن تنضم لينا وفقا للتقرير الطبي، فده بيكون أمر عادي جدا بيحصل في كل أندية العالم. أي لاعب حتى لو كان مين، لو سقط في الفحص الطبي أو كان عنده مشكلة، التعاقد بيكون غير يعني متمم. فده اللي حصل يمكن مع أحد اللعيبة اللي كان اسمها مطروح. لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن الصفقات اللي هي خلاص الأساسية والصفقات اللي تمت بشكل دلوقتي فعلي. كريستو من مواليد 2003، خليني أقول لحضراتكم يعني بيلعب، نتكلم تحت 21 سنة، وكان بيلعب مركز جناح أيمن في النجم الساحلي، وشارك الموسم ده في 6 مباريات مع النجم الساحلي وسجل 5 أهداف وصنع كمان هدفين. وهو لعب في العموم لو بلغة الأرقام لعب 30 مباراة في جميع المسابقات، سجل من خلالهم 7 أهداف وصنع 3 آخرين، وبمعدل كده بيقيسوها بقى بالأرقام وبالتحليلات كده وبالإحصائيات 1.686 هدف لكل دقيقة هو لعبها. أعتقد ده معدل رائع جدا ومحترم جدا، وصفقة تقيلة لو احنا هنتكلم يعني. وطبعا بالتوفيق كريستو، كل الناس مبسوطة، وهو حتى كان عمل أكتر من فيديو صرح. هنتكلم في كل ده على مدار أكيد الأخبار اللي جاية. على ذكر الفيديوهات يا نهاوند، عجبني جدا وأكيد عجب ناس كتير من حضراتكم إن اللي قدمه للجمهور هو التونسي علي معلول اللي ظهر بصوته في الفيديو التقديمي لكريستو أثناء ترحيبه باللاعب في النادي الأهلي نادي القرن زي ما معلول قال في هذا الفيديو. وقال لكريستو كلام كتير حقيقة مهم جدا، قال له أنت هنا في مكان كبير وكل شيء فيه مختلف، وقال له كمان جملة في منتهى الأهمية، قال له هذا هو المكان الذي ستحقق فيه كل أحلامك.
هنا ستشعر بحب ودعم أكثر من 70 مليون مشجع أهلاوي. التحديات كبيرة والطموحات حدودها السماء. الحقيقة فكرة أن صوت علي معلول بصفة خاصة هو اللي يظهر في هذا الفيديو التقديم لكريستو فكرة عبقرية طبعا أكيد كلنا بنحيي صاحبها عليها. معلول في الفيديو ده كمان وجه رسالة حماسية لكريستو عشان يقدم أفضل ما لديه من أجل مساعدة النادي الأهلي على تحقيق البطولات والحصول على كافة الألقاب. والله طيب احنا بنتفرج الواحد سعيد ان كمان دي فكره حلوه قوي يا كريم طبعا من موقع النادي الاهلي ان هو يخلي علي معلول طبعا من نفس البلد طبعاً. ان هو اللي يقدمه لجماهير النادي الاهلي رسائل كمان اللي علي معلول اتكلم عنها وحديثه عن جماهير النادي الاهلي وان هم هيكونوا داعمين ليك وانت ده بالنسبه لك فرصه كبيره ومن تونس جاي على الجزيره يعني اعتقد كلها رسائل حلوه جدا. وعايز اقول لحضراتكم الفيديو ده محقق نسبه كبيره جدا جدا مشاهدات على اليوتيوب وعلى عامه المواقع المختلفه. ناس فرحانه الروح دي بدايتها حلوه جدا طبعاً. نتمنى التوفيق طبعا لكريستو. كريستو كمان كان ليه اكتر من تصريح وكان في فيديو كمان هو كان عمله كان بيعرف نفسه على جماهير النادي الاهلي. حلو جدا برضو ان احنا نتعرف على اللعيبه والصفقات بتاعتنا الجديده بشكل قريب ان احنا نسمع منهم ان احنا نشوف بالظبط طموحاتهم ايه مع النادي الاهلي. هو كان سعيد جدا وكان اتحدث اكتر من مره عن الموضوع ده النقطه دي تحديدا يا كريم وهو قال انا سعيد بتواجدي مع النادي الاهلي وسعيد كمان بان انا جاي في كيان كبير جدا وعنده طموحات كبيره جدا واتكلم اكتر من مره في التصريحات المختلفه بتاعته عن جماهير النادي الاهلي. قال لك انت عندك اكتر من 70 مليون يعني مشجع في ظهر انا بتمنى ان هم يكونوا واقفين معانا اتمنى ان هم يدعمونا في الفتره اللي جايه. فاعتقد كل دي رسائل اعتقد فيها نوع من الحب نوع من التفاؤل وبتهيالي على الصعيد الثاني النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي عمرها ما هتاثر في فكره هنا دعم كل الصفقات الجديده بالنادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق ليهم باذن الله. دي الصفقه الثانيه عبد يعني خالد عبد الفتاح بالتوفيق ان شاء الله لكل صفقاتنا. انا متفائله جدا يا كريم بالفتره اللي جايه وبالصفقات لحد دلوقتي اللي بتتم باذن الله يقدروا يقدموا كتير للنادي الأهلي. الاهلي وعلى الصعيد الثاني كمان هم يبقى ليهم زي ما متاكده وين وين سيتويشن يعني. اكيد بصي اي حد يعني هينضم لصفوف النادي الاهلي اكيد عارف كويس قوي هو هيلعب في نادي عامل ازاي وجماهيره عامله ازاي وكواليتي التشجيع فيه عامل ازاي. طبعا جماهير النادي الاهلي له غبار عليها كالعاده دايما موجوده وبقوه وداعمه ومسانده لكل اسم جديد بيضاف لكتيبه لاعبي ومقاتلي النادي الاهلي. اتكلمنا مع حضراتكم عن صفقه كريستو تعالوا بقى نتكلم عن الصفقه الثانيه اللي تم الاعلان عنها في هذا الويك اند. اعلنها طبعا الاستاذ امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي وهي انضمام خالد عبد الفتاح لاعب سموحه لصفوف النادي الاهلي لمده 6 شهور على سبيل الاعاره بنيه الشراء. دي برضه جديره بالذكر. اللاعب زي ما يعني وصفوه كل الاهلاويه ان هو هديه السنه الجديده. طبعا تعاقد النادي الاهلي مع عبد الفتاح يعني جه لتعويض غياب اكرم توفيق اللي طبعا تعرض للاسف الشديد لقطع في الرباط الصليبي في الركبه وبنتمنى له كلنا الشفاء العاجل وعايزين نرجع نطمن عليه بسرعه. مش بس نطمن عليه عايزين نشوفه في ارض الملعب باسرع ما يمكن ان شاء الله ربنا ان شاء الله يمن عليه بالشفاء العاجل. خالد عبد الفتاح حضرات عنده 23 سنه هو بيجيد اللعب في تقريبا كل مراكز خط الدفاع لكن مركزه الاساسي هو الجهه اليمنى. ابتدى مسيرته مع مجموعه من الانديه وهو طفل لغايه لما انتقل كلاعب في ناشئي نادي سموحه بعد كده تم تصعيده للفريق الاول في 2019 خاض 10 من اجمالي 11 مباراه لعبها فريق سموحه في الدوري المصري هذا الموسم وفي الموسم اللي فات لعب 28 مباراه من اجمالي 34 في الدوري المصري نجح في انه يسجل هدفين. والحقيقه من الاسماء الواعده جدا والمبشره جدا واللي احنا كلنا مستنيين ان احنا نشوف من وراها خير كتير الفتره الجايه ان شاء الله. كلام جميل جدا وعايز اقول لك برضو زي اي لاعب يا كريم بينضم للنادي الاهلي بيكون اكيد سعيد بالخطوه دي وده اللي قاله تحديدا كمان خالد عبد الفتاح بعد انهاء كافه هنا الاجراءات الخاصه بالصفقه بين النادي وسموحه واكد ان هو فكره ان هو يلبس الفانيلا الحمراء او التيشيرت النادي الاهلي كان بمثابه عنده حلم العمر بالنسبه لي. وكمان اضاف قال عندما ياتي الاهلي لا تفكر ولا يوجد مجال للاستشاره او استشاره احد فاللعب لاكبر ناد في افريقيا والاكثر تتويجا بالالقاب حلم العمر والذي يتحقق اخيرا ليتحقق حلم الطفوله. ارتداء الفانيلا الحمراء كان الحلم الاهم والاغلى بالنسبه الي والاجمل ان الحلم تحقق بالفعل واصبحت لاعبا في النادي الاهلي. كمان اضاف قال اللعب للنادي الاهلي رقم واحد في مصر وافريقيا ليس بالامر السهل سواء هنا على المستويين الفني او الشخصي.
طيب احنا كده يعني بنكون عرفنا حضراتكم اخر المستجدات فيما يتعلق بمساله الصفقات. تعالوا بقى نروح للماتش الاخير اللي كان مهم جدا الحقيقه، واللي فاز فيه النادي الاهلي على انبي بثنائيه نظيفه. الماتش ده كان يوم الخميس اللي فات، والاهلي كان تقريبا مسيطر تقريبا طوال احداث هذه المباراه وبشكل قوي جدا الحقيقه، وكان عندنا كمان اكتر من فرصه ان احنا نزود عدد الاهداف، لكن للاسف تم اهدار هذه الاهداف يعني بسبب عدم اتقان اللمسه الاخيره. لكن نرجع ونقول ان العبره في نهايه الاحوال هي النتيجه المحصله النهائيه اللي انت بتطلع بيها مع نهايه الماتش، وعايزين نفضل متصدرين لجدول الدوري. في النهايه فزنا بعد ما تقدم النادي الاهلي بالهدف الاول في الدقيقه 59 من محمد مجدي قفشه، لما استلم تمريره من عمرو السوليه، كانت تمريره الحقيقه حاجه ساحره، وراوغ بعد كده حارس امبي وسدد في المرمى، وبعدها اضاف اليو ديانج الهدف الثاني في الدقيقه 77 بمجهود فردي خالص بعد ما روغ تقريبا كل دفاع فريق انبي وسدد ضربه قويه في الشباك. بكده يكون النادي الاهلي رفع رصيده للنقطه 30، يعني الحمد لله ما زلنا متربعين على صداره جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد انبي عند النقطه 10. وبكده يعني الجوله ال 12 من منافسات بطوله الدوري تكون انتهت، وبنستعد للجوله 13، والبدايه فيها هتكون مع يعني منافس قوي، وهيكون ان شاء الله لقاء قوي جدا امام المصري، هتكون يوم 11 من يناير يعني يوم الخميس الجاي ان شاء الله. واكيد بنتمنى لعيبه النادي الاهلي كل التوفيق. مباراه كانت جميله واتكلمنا فيها وحللناها وقلنا طرق اللعبه هتبقى عامله ازاي، وتوقعنا بعض برضو التاكتكس والاستراتيجيات وغيره، لكن في الاول في الاخر طبعا احنا سعداء ان انت بتخرج بالنتيجه اللي انت عايزها يا كريم طبعا. بس برضو اللي بيزعلك شويه، شوف شويه يعني، ان انت بيبقى عندك فرصه ان انت تحرز اكتر اهداف اكتر وتسيطر اكتر، خصوصا انت في ماتش امبي كنت مسيطر بشكل كبير جدا صحيح. على المباراه، فالواحد قاعد بيتفرج شايف ان الاهلي يقدر مره طبعا. جول واثنين وثلاثه واربعه كنا نقدر، فدي شويه مش هتزعل بس ممكن تقلقك في اللي جاي. على كل حال نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه ما نشوفش بعض الاخطاء دي او بعض المشاكل اللي عندنا، او نشوفها بشكل اقل على الاقل. طبعا المصري هيبقى ماتش مهم جدا يوم طبعا. الخميس هيبقى طبعا. فيه كلام كتير على مدار الاسبوع اكيد، انا وانت كريم هنحلل وهنتكلم في كل التفاصيل دي، بس طبعا برضو يعني المصري نادي تقيل او فريق تقيل جدا، عامل صفقات رائعه جدا مؤخرا، عنده لعيبه كتيره كلها نفسها ان هي تبان وتظهر وتثبت كفائتها في الملاعب. فخلي بال حضراتكم تاني هنرجع نقول النقطه دي، اي فريق مهما كان ترتيبه في الجدول لما بيجي لاعب النادي الاهلي صحيح. بيبقى اداء مختلف تماما، تيجي تتخض تقول هو ده مثلا نادي فلاني، هو ده شفناه اكتر من مره صحيح. كمان في انديه يعني مختلفه الفتره اللي فاتت. كل التوفيق باذن الله، عايزين برضو في الاول في الاخر نشوف كوره حلوه، دي النقطة. بالنسبة لبقى الأخبار الحلوة شوية، لأن احنا كنا اتكلمنا قد إيه في ضغوطات والواحد نفسه إن هو يبقى في جدول منظم، والواحد يبقى يراعي شوية برضو النادي الأهلي إن هو بيشارك في أكثر من بطولة. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف استقر على تأجيل هنا بعض مباريات الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. أعتقد إن ده خبر كويس جدا، عشان طبعا مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية المفروض إقامتها هتكون في المغرب بداية من فبراير المقبل. إن شاء الله نسافر بقى. يا سلام. انا حاطه في دماغي الموضوع ده بقى. يا سلام. It's time. يبقى شيء عجيب. لازم. الاهلي طبعا في المجموعه الثانيه زي ما حضراتكم عارفين من مجموعات دوري ابطال افريقيا، هيكون مع سان داونز وطبعا الجنوب افريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني. ووفقا هنا لشبكه افريكان فوتبول، الكاف بيدرس تعديل موعد مباراه الاهلي امام القطن الكاميروني، ده اللي هيكون في الجوله الاولى من دور المجموعات، واللي كان مفروض مقرر ليها يوم او يومي 11 و10 فبراير 2023 في القاهرة، هتقام مفروض أحد أيام بقى يعني 3 أو 4 مارس 2023، برضو أعتقد دي خطوة جيدة. أضافت الشبكة كمان أن التعديل هيتضمن مواجهة الأهلي وسان داونز لحساب الجولة الثالثة، واللي كان مقرر ليها يعني أحد يومي برضو لسه ما تمش الاختيار يوم منهم 24 أو 25 فبراير، ده هيكون في القاهرة عشان تقام أحد يومي 10 يا 11 مارس. كده دي الأبديتس الأخيرة اللي بنقولها لحضرتك بالتواريخ الاخيره اللي بنقولها لحضراتكم. اكيد هيتم الاعلان خلال الايام، او هيحددوا بقى الايام بالظبط خلال الايام اللي جايه، بس كلنا منتظرين مشاركه الاهلي اكيد في كاس العالم للانديه، واللي باذن الله وان شاء الله تكون مباراه او مباريات ممتعه، وكلنا اكيد ورا فريقنا في اي مكان بيروحوا باذن الله يحصد المزيد من البطولات، لان هو يعني يستحق ذلك، وهو عمل ده قبل كده والتاريخ بتاعه بيقول كده، فواثقين في لاعبتنا. بس مهم يا كريم قبل ما نروح برضو الاخطاء
المشاكل الصغيرة اللي عندنا يتم تداركها. الواحد مش عايز يبقى يتفرج على الماتش يلاقي الفرقة بتاعته بتلعب بشكل كبير جدا ومسيطرة، لكن بتروح من هنا جول واتنين، جول واتنين دول ممكن يفرقوا بشكل كبير جدا في بطولة بعد كده. طبعا فيعني وخصوصا احنا بنتكلم على كأس العالم للأندية، يعني بطبيعة الحال هنلاعب فرق مستوياتها مش سهلة بأي حال من الأحوال، مدارس كروية مختلفة، فأكيد إن شاء الله. بس يعني ما عندناش ذرة شك في إن الأهلي أداه وقدود، وإن شاء الله كمان المرة دي بقى يعني بنتكلم بقى في ميدالية فضية، ميدالية ذهبية إن شاء الله، ربنا يصلح الأحوال بإذن الله. تعالوا بقى نروح مع حضراتكم لملف في منتهى الإنسانية والأهمية، ملف دايما حاضر بمنتهى القوة ومتصدر دائما لخطط واستراتيجيات النادي الأهلي، سواء على مستوى الألعاب أو على مستوى الأنشطة المختلفة. كل ده بيحصل في إطار حرص النادي الأهلي على دمج ذوي الهمم في المجتمع وتمكينهم من خلال القيام بكافة الأنشطة والفعاليات، والحقيقة ده أبسط حق من حقوقهم، مش تفضل بأي حال من الأحوال. وطبعا كالعادة النادي الأهلي يعني الحقيقة له الكثير من الأيادي البيضاء في هذا الإطار، من بينها على فكرة العروض المسرحية، يعني من أهم الوسائل اللي يقدروا من خلالها إن هم يعبروا عن نفسهم ويصقلوا مواهبهم ويحققوا كل طموحاتهم بقى على المستوى الفني والإبداعي. عندنا فريق مسرحي لذوي الهمم بالنادي الأهلي عامل شغل رائع وقدموا عرض مسرحي بعنوان إحنا بالألوان. الكلام ده كان يوم الجمعة اللي فات على مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وكان مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب كان دايما حريص على حضور العرض المسرحي وحتى البروفات اللي قبلها. طبعا بالمناسبة العرض ده قام ببطولته فريق ذوي الهمم بالنادي الأهلي بمشاركة 43 طفل من أبناء النادي. العرض ده تم التحضير ليه من كذا شهر فات، وكنا لو تفتكروا حضراتكم اتكلمنا معاكم كمان قبل كده اكتر من مرة عن هذا العرض من خلال برنامجنا 10 الصبح بالاهلي، وعرضنا في مرة منهم تقرير عن البروفات اللي كانت بتتم في ذلك الوقت. التحضير للعمل ده تم في مقري النادي الاهلي بالجزيرة ومدينة نصر طبعا تحت اشراف لجنة ذوي الهمم بالنادي وبالتعاون مع اللجنة العليا للجان برئاسة الاستاذ وليد مبروك اللي بنصبح عليه انا ونهاوند، وطبعا بالتنسيق الكامل مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي. العرض كان مبهر الحقيقة ومتميز جدا، والجدير بالذكر ان كان فيه شخصيات عامة كتير حضرت واستمتعت واشادت جدا بهذا العرض، سواء من وزارة الشباب والرياضة او وزارة الثقافة او اتحاد الاعاقات الذهنية ومبادرة قادرون باختلاف. الحقيقة كل التحية والشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب على دعمه الدائم لأولادنا من ذوي الهمم، وكل الشكر لفريق عمل هذه المسرحية، مسرحية إحنا بالألوان من تأليف أيمن فتيحة ومن إخراج فيصل الشناوي. تعالوا نشوف مع حضراتكم من خلال هذا التقرير شوية تفاصيل زيادة عن هذا العرض المسرحي. تفضل. من الحفلات اللي اصبحت مستدامه في النادي الاهلي زي ما حضرتك تفضلت مشكوره ان كان في حفل السنه اللي فاتت وده حفل السنه دي، وفي الحقيقه يمكن الحفلين لحسن الحظ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره بالكامل بكل يعني هيئته موجود داخل هذا الحفل ده برعايه كريمه لهذا الحفل من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود. وفي الحقيقه ده دور النادي الاهلي كواحد من المؤسسات الوطنيه المصريه اللي هي بتاتي في اطار الاستراتيجيه الكبيره بتاعت الدوله المصريه اللي بيقودها فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا في الاخر النادي الاهلي بنعتبر نفسنا دايما جزء من الدوله المصريه، احنا مؤسسه من المؤسسات الوطنيه في الدوله، وزي ما انتم شايفين الملف ده الدوله بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهتم بيه ازاي، ودايما في الفتره دي من كل سنه بيتعمل ايه للولاد دول. الولاد دول فعلا هم قادرون باختلاف، دي حقيقه. حاجه احنا بنعملها عشان نعمل تغيير في حياه الولاد. المسرح من الوسائل التعليمية المهمة جدا عشان الولاد دولت يسهل عملية التعليم، لأن صعب قوي انك تقعدي وتعلميهم حاجات حياتية، حتى المهارات الحياتية صعب قوي انك تقعدي تقول لهم اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. انا اكتر حاجة عجباني ان الموضوع ده كله من اوله لاخره تطوعي بما فيهم المسرح اللي وزارة الثقافة ادته لنا. الحقيقة الناس الدنيا كلها بتتضافر علشان ده، طبعا اتباعا لسياسة الدولة في تشجيع ذوي الهمم للاندماج مع المجتمع. فالحقيقة
الحاجه كمان اللي عجباني جدا غير ان كله متطوع، ان كل الاولاد والبنات على اختلاف الدرجات بتاعه القدرات بتاعتهم كلهم اشتركوا، كل واحد في حدود الامكانيات بتاعته. احنا العرض الثاني ده بعد ما قدمنا عرض السنه اللي فاتت مطلوب مخرج، والحمد لله نجح بشكل كبير جدا، فكان قدامنا ان احنا نقدم تجربه السنه دي اكبر واصعب واهم، وهي تجربه احنا بالالوان. الاولاد المره دي بيمثلوا مشاهد طويله، بياخدوا جمل كبيره غير السنه اللي فاتت، عملوا 5 مشاهد في ساعه، عملوا استعراض، عملوا كل حاجه. الاولاد احنا مهدنا معاهم من السنه اللي فاتت، حطينا الاساسيات. السنه دي ما شاء الله ما تعبوناش زي السنه اللي فاتت، بالعكس كانوا بيتلقوا وعندهم مرونه وعندهم قوه في الحفظ، قوه في الاداء. الحقيقه احنا النهارده شاركنا بالعرض الثاني للموسم الثاني على التوالي للولاد. احنا بدأنا التجربة دي من السنة اللي فاتت، وكانت زي تحدي كده بالنسبة لنا اللي احنا نخش مع الولاد دول، وان هم عندهم طاقة وعندهم امكانيات يفوقوا قدرات الناس العادية. الحقيقة في التجربة الاول ما حدش كان مصدق، بس احنا الحمد لله السنة اللي فاتت لما عملنا العرض الناس ما كانت مبهورة جدا، فأصرنا اللي احنا نعمل السنة دي عرض تاني بشكل جديد، ويكون مكتوب نص مخصوص ليهم، وبتنقل هدف ورسالة في النهاية للناس كلها. احنا بنحاول على قدر الامكان ان احنا نوصل رسالة للمجتمع عشان رفع الوعي ناحية ذوي الهمم، وان هم جزء من المجتمع، وان هم يقدروا ان هم يعبروا عن نفسهم باشكال كتيرة قوي. فالمسرحية كانت في كل جزء منها كان بتوصل رسالة، الرسالة دي منها هدف ان انا يعني اقدر اعمل كذا مثلا، وبتحط دينا على البوينتس اللي هي الخاطئة في المجتمع اللي احنا مفروض نتجنبها بشكل كوميدي دي نوعا ما. يعني مبسوطة جدا جدا لان هي اول تجربة ليا في الاعمال الفنية دي، بس حاسة ان انا كنت بشتغل بجد في الجنة ومع ملايكة، يعني دي كانت اهم حاجة عندي. بس كنت باجي تحسي ان انا يعني بنسى كل حاجة. الحمد لله شاركت في المسرحية، انا الحمد لله قمت بتصميم الخلفيات بتاعة المسرحية بتاعة المشاهد كلها، كنت بدرس كل مشهد الحوار بتاعه ازاي والسيناريو بتاعه ازاي، وبعمل ريفليكت للمشهد كله على بعضه من خلال الديزاين، بحيث ان كل مشهد ما يكونش مطوق يعني ليه شكل تاني، لا كل مشهد كان مميز. رعيت ان هو يكون المشهد فيه كل الديتيلز اللي تخص السيناريو. احنا فعلا زي ما حضرتك قلت احنا بقالنا 6 أو 5 شهور تقريبا شغالين على المشروع، والمشروع كان موجود السنه اللي فاتت والسنه دي، وان شاء الله السنه الجايه. زي ما حضرتك شايفه العرض طالع فيه عرض مسرحي، وجوه للولاد حابين العرض. عرض اسمه احنا بالالوان، بيتكلم عن حياتنا ونبط حياتنا والتكنولوجيا والتيك توك والانستجرام وكل المشاكل والمواقف اللي بتحصل في حياتنا. انا اول ما تلقيت العرض عموما من خلال السيناريو عجبني جدا، السيناريو والاحداث بتاعته اللي هي بتتلقى من خلال الرسوم الكاريكاتير. حاولت اقدم شيء مختلف، رؤيه مختلفه طبقا للمخرج فيصل الشناوي، وقدمت معاه نموذج مختلف جدا من خلال الرسومات، بحيث ان العروض بتتم من خلال عرض مسرحي مؤلف. الابطالنا من ذوي الهمم او من ذوي الاحتياجات الخاصه، ذوي القدرات الفائقه، قدروا يحققوا نموذج هايل جدا في التمثيل. لمست ده اثناء البروفات. عرض النهارده يعني اسمه احنا بالالوان، وقبل ما اتكلم عن العرض نفسه هنتكلم عن ظروف انتاجه، بان هو للجنه ذوي الهمم بالنادي الاهلي، كان بيشترك فيه 43 طفل من ذوي الهمم وذوي القدرات الفائقه، اللي قدروا ان هم يوصلوا يعني رساله النص من خلال الكوميديا، من خلال المواقف المختلفه، من خلال الاستعراضات، من خلال الاغاني. وكان تخطيطنا واحنا بنجهز للعرض المسرحي ان احنا ما نكونش بنتكلم عن ذوي الهمم، ولكن نكون بنتكلم عن المجتمع من كرساله بتقدمها ذوي الهمم بشكل عام. يعني احنا
حبينا نطول شويه التقرير ده. عاده التقارير طبعا ما تبقاش بالطول ده، بس لان الموضوع مهم يا كريم، لان الملف ده مهم جدا. وزي ما احنا كنا دايما بنقول الفعاليات والانشطه اللي النادي الاهلي دايما بيهتم بيها بتكون متزامنه مع اهتمام الدوله. يعني حضراتكم عارفين الدوله قد ايه مهتمه بملف ذوي الاعاقه وحفل قادرون باختلاف اللي بيتم كل سنه، وسياده الرئيس بيحضره اللي لسه كان في اقل يعني من اسبوعين اخر حفله كانت معموله بحضور سياده الرئيس. فده تزامنا مع اهتمام الدولة. انت برضو هنا عندك في النادي الاهلي بيهتم بفئة كبيرة جدا من ذوي الهمم، بتديهم فرصة، بتديهم امل، بتديهم حياة مرة تانية. طبعا غير الاحتفالية دي يا كريم بيبقى فيه انشطة مختلفة، بيتعلموا مهارة، بيتعلموا حرفة، اللي منهم بيبقى فنان، اللي منهم بيبقى رياضي. فانت بتاخد فرصة ان انت بتدي امل لبني ادم ممكن يعيش ويتعايش في مجتمع رغم كل الصعوبات اللي هو بيواجهها. صحيح. انت بتصنع حياة. فبتهيالي ده ملف في غاية الاهمية، وسعيدة كمان بان بقى فيه وعي يا كريم في السنوات الأخيرة بشكل كبير جدا لذوي الهمم، بقى فيه تقبل كمان في المجتمع، الوعي بقى أكتر في المدارس، في الأهالي. يعني أنا أعتقد الوضع دلوقتي أفضل من زمان، أفضل من سنوات كانت سابقة بكتير جدا. نتمنى كمان الفترة اللي جاية يتم الحصول على كل ما يعني يحتاجوه من حقوق، من أي شيء، من أي أمور، من أي قوانين، لأن أنت من حقك تلاقي مواصلات، من حقك أن أنت تشتغل، من حقك تلاقي فرصة في الحياة، من حقك تمشي آمن في الشارع. كل ده أعتقد القانون يعني موفره، يبقى كمان التطبيق ويبقى الوعي عند المجتمع. فملف في غاية الأهمية بجد، وشابو للناس اللي بتهتم بالفئة دي. نروح لأخبار حلوة جدا لمنتخب مصر هنا للسلاح، لسيف المبارزة تحديدا، للشباب اللي حقق إنجاز كان تاريخي بجد. امبارح حضراتكم معظم الناس كانت بتتكلم على هذا الإنجاز وتدويجهم بذهبية كأس العالم المقامة في إيطاليا بعد الفوز على منتخب المجر في النهائي بنتيجة 45-44 لمنتخب مصر. منتخب مصر بيضم، خليني أقول لحضراتكم، يعني أسماء كتيرة كبيرة جدا. عندك من محمد السيد، واللي نجح هنا محمد السيد في تحقيق ذهبية منافسات الفردي كمان من يومين، بالإضافة لمحمد ياسين ومحمود السيد، يوسف شامل، كل دي أسماء كبيرة جدا في هذه الرياضة. يعني بصراحة أداء رائع جدا من المنتخب. كمان على المستوى الفردي حاجة محترمة جدا، توج أحمد هشام بالميدالية البرونزية لشباب تحت 20 سنة. يعني بجد لو جيت كده عملت إيفالويشن أو جيت بصيت على هذه الرياضة أو هذه البطولة، مكاسب عديدة في البطولة اللي بتشارك فيها 19 دولة، وهتختتم فعاليتها النهاردة بإذن الله. مبروك للمنتخب المصري، مبروك لكل أبطالنا، حاجة مشرفة فعلا. وحلو هنرجع نقول تاني ان مصر في رياضات مختلفة الواحد بقى يسمع ان هي بتحصل على ميداليات ذهبية ورانكينجز عالية جدا ومراكز اولى وتاني. فبالتالي دي حاجة كنا بنفتقدها يعني في السنوات برضو اللي فاتت. فده تقدم في ملف الرياضة المصرية، اكيد اكيد كلنا سعداء بيه. عايزين نستنسخ النجاح المدوي اللي محققاه مصر على صعيد الاسكواش في كل الرياضات التانيه. اهو جايه حاجه هي فعلا ابتدت تندع بقالها فتره، وفعلا بشكل ملحوظ. يعني بقى في رياضات كتيره جدا عمرنا ما كنا حتى في بعض الاحيان ما بنسمعش عنها اساسا، فبقينا نسمع عنها سمع مقترن بانجاز. فطبعا دي حاجه في منتهى الاهميه وفي منتهى الروعه، لازم نحافظ عليها. وتاني نرجع ونقول نستنسخ النجاح اللي بنحققه في اي مجال في بقيه المجالات. طيب احنا ناخد تفاصيل اكتر بقى معانا على التليفون الباشمهندس عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح. يا باشمهندس عبد المنعم صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بحضرتك. ما اقول مبروك علينا، مش مبروك عليكم، مبروك علينا، وانجاز تاريخي فعلا زي ما اطلق عليه، حاجه محترمه جدا، وشبابنا فرحونا زي ما بيتقال. ممكن حضرتك نبدا بفكره هنا ازاي تم تحقيق هذا الانجاز على الارض؟ ان كل انجاز بيبقى وراه قصه، بيبقى وراه تفاصيل يمكن الناس ما بتعرفهاش. خلينا نسمع من حضرتك يا فندم، اتفضل. طب الاول كل سنه وحضراتكم وحضرتك بخير يا رب. طيب. مبروك هنا جميعا. الحقيقه كاتحاد السلاح بدينا نخطط لهذا المستوى اللي احنا وصلنا له دلوقتي من حوالي 5 أو 6 سنين، وابتدينا ندعم فرق الشباب والناشئين. والنهارده ان شاء الله بعد ما فزنا بالمركز الاول في بطوله الفرق حافظنا على تصنيفنا الاول على العالم. احنا السنه اللي فاتت خدنا جائزه الاتحاد الدولي لافضل فريق في الرانكينج، كان منتخب مصر هو نفس الفريق ده، اتغير منه لاعب واحد بس ان هو عدى 20 سنه خلاص، لكن احنا حافظنا على تصنيفنا في المركز الاول. اهميه البطوله دي بالنسبه لنا على مستوى الفرق اللي احنا نحافظ على التصنيف بتاعنا، وان احنا نستعد استعداد قوي لبطوله العالم ان شاء الله تقام في شهر 4 في بلغاريا. واحنا اللي خدنا الذهب السنه اللي فاتت بطوله العالم، فعايزين نحافظ على نفس موقعنا يعني. صحيح صحيح. الامر الثاني ان الفرقه بتاعت الناشئين دي
احنا دي اللي بنلعب بيها تصفيات دوره باريس 24. هايل هايل هايل. هي نفس الفرقه دي اللي هتلعب ان شاء الله باريس 24، ومحمد السيد اللي طلع الاول هو لعب طوكيو وهو كان عنده ساعتها 18 سنه وحصل على المركز الثامن، فان شاء الله يكون منصه تتويج. حصل على المركز الثامن ولا الثاني؟ انا مش سامع. الثامن في اولمبياد طوكيو. بس ده في طوكيو بقى، في باريس عايزين اداء ثاني ان شاء الله. في باريس عايزين منصه تتويج ان شاء الله باذن الله، ونعتقد ان احنا يعني لعبتنا قادرين عليها. طيب باشمهندس، يعني ايه اللي بينقص، ايه اللي محتاجينه، ايه اللي كان الصعوبات اللي واجهتكم في الفتره اللي فاتت، بس رغم طبعا الانجاز اللي احنا شايفينه عايزين نخش مع حضرتك في تفاصيل اكتر، علشان لما نيجي نتكلم عن كمان باريس 2024 نقول احنا ما كانش عندنا اي مشكله، كل العقوبات تم تذليلها، كل حاجه كان المنتخب عايزها الحمد لله توفرت لي. يعني خلينا نسمع من حضرتك، ربما دي بتكون فرصه كويسه. خليني اقول لحضرتك احنا يعني كاتحاد سلاح الحمد لله ما بتقابلناش، يعني لو بتتكلمي على مشاكل ماديه كله يا فندم، عندنا مشاكل ماديه. احنا عندنا دعم الدوله وعندنا دعم الرعاه، عندنا حوالي 4 رعاه شايلين المنتخبات ناشئين وكبار على افضل ما يكون، فما بنعانيش من مشاكل ماديه. المشكله اللي قابلتنا قبل البطوله دي ان في سفاره ايطاليا ما ادوش 2 لعيبه التاشيره. فكان الفريق اللي هو الاربعه اللي حضرتك شايفاهم كان في 2 بس اللي خدوا تاشيرات، واثنين تانيين ما قدروش يحصلوا على التاشيره. صعبنا الموضوع للاتحاد الدولي اللي انا بشرف ان انا نائب رئيسه، والسفاره فتحت يوم الجمعه الصبح ودت 2 اللي كان ناقصين وسافروا يوم الجمعه وشاركوا من السبت. كويس كويس. هتلاقي ان هم ما لعبوش فردي، ان هم الفردي كانت بطوله يوم الجمعه وهم ما كانوش لسه خدوا التاشيرات. الصعوبات بتقابلنا صعوبات كلها يعني نقدر نتغلب عليها، واي حاجه يعني الظروف الاقتصاديه دلوقتي احنا يعني جزء من البلد، واي مشكله بتقابل مثلا في العمله او بنحاول نلاقي لها حلول بحيث ان احنا ما ناثرش ابدا على الاداء والاستعدادات سواء لبطولات العالم الناشئين او الكبار او اولمبياد باريس ان شاء الله. ان شاء الله. تمام، انا بشكرك جدا انا وكريم، وبنتمنى لكم حقيقي التوفيق جدا باشمهندس عبد المنعم. يا يعني حقيقي اي انجاز بجد لاي منتخب او حتى اي بطل فردي بيعمله وبيحققه وبيرفع اسم مصر في الخارج كلنا بنسعد بيه، وتشوف قد ايه التعليقات بالذات على فوز المنتخب. كمان هنا للسلاح بتتكلم يا كريم، والله ناس سعيده من قلبها. ما انت خلي بالك انت كمصري بتشرف مصر في الخارج، ده بالنسبه لنا كلنا نجحنا، كلنا اسم بلدنا اترفع، فده مش مبالغه او مجامله. حضراتكم شوفوا من وقد ايه الناس فرحانه، فنتمنى بقى على صعيد كره القدم كمان. يا رب يعني يا رب ان شاء الله. وعلى فكره يعني من الحاجات الملفته جدا للنظر اللي اتقالت في الحوار ما بينه وما بين هواند، جمله ما بتتسمعش كتير، جمله يعني قلما الواحد يسمع من رئيس اتحاد مصري لاي كانت الرياضه على مشاكل ماديه، لا ان احنا ما عندناش مشاكل ماديه وان احنا عندنا 4 رعاه. الجمله دي تستحق التوقف امامها وتاملها لفتره. ما ممكن تبقى دي برضو اشاره لان برضو ابتدت الاوضاع تتغير. احنا بقالنا قد ايه بنتكلم على فكره ان في عندنا ابطال عطلانين. صح. عطلانين بالمعنى الحرفي للكلمه، واقفين على ميزانيه، وبالمناسبه في اغلب الاحيان ما تبقاش ميزانيه ضخمه قوي، يعني ينقصهم القليل من الدعم المادي عشان يحققوا المزيد من الانتصارات. صحيح. دي ناس بتحقق ميداليات ذهب وهي تقريبا ما عندهاش اي شكل من اشكال الرعايه، امال لو بقى عندهم. انا بتفق معاك جدا، دي مشكله بتواجه بصراحه بعض الاتحادات الرياضات المختلفه، وفي منهم اللي بيقدر يتغلب عليها، في منهم اللي الوزاره يعني بتحاول ان هي تساعد الاتحاد، يحاول ان هو يلاقي مصدر دخل مختلف من خلال اعلانات او حاجات زي كده او سبونسرز، لكن في منهم للاسف برضو اللي لسه بيعاني زي اسمها ايه دي؟ كذا اتحاد، لا في كذا حاجه منها رفع الاثقال بالظبط، كنت عايزه اقول رفع الاثقال، وكانوا معانا هنا حتى هم تحدثوا يعني عن المشكله بنفسهم، وكان في منهم ابطال بيقول لك انا يعني بصرف من جيبي، لكن الموضوع مكلف، مش اي حد مثلا يقدر في السفريه يصرف 50,000 جنيه، مش كل الناس عندها هذه القدره، فهو رايح عايز يدفع فلوس او عايز حد بس يدفع له فلوس علشان يطلع يجيب لنا ميداليه، هو مش عشان يطلع يتفسح، فاعتقد هنا لازم برضو وقفه شويه. وفي كتير من الاحيان ان هواند الموضوع بيقف عند مرحله يمكن قبل شويه مرحلة تذكرة السفر، ده في ناس عندها مشكلة في التغذية. احنا بنتكلم على اشخاص استثنائيين، نوع التغذية المطلوبة لهم
غيرنا تماما. فاحنا بنتكلم على ميزانيات ضخمه مطلوبه لهؤلاء اللاعبين، فالحقيقه حقهم لان هم بيحققوا انتصارات كبيره. واضح ان في تغيير في هذا الملف، وطبعا ده تغيير محمود ومطلوب جدا ولازم يتدعم ويتطور وينتج عنه. يعني نفس الجمله اللي سمعناها من شويه نسمعها من كل رؤساء الاتحادات. اقول لك على حاجه وقلناها انا وانت قبل كده من سنه تقريبا، كان رمضان اللي فات قبل رمضان على طول، لما قلنا يعني نتمنى، وكان زي كده نداء للي عايز يسمعنا من اصحاب الشركات المختلفه ورجال الاعمال. قلنا نتمنى الثقافه تختلف شويه مع مثلا الاعلانات. طبعا الكامبين بتبقى اكبر بكتير في فتره رمضان، كل الشركات بتعمل اعلانات تقريبا على التلفزيون والراديو وغيره. نتمنى ان احنا نشوف ابطالنا في رياضات مختلفه هم اللي في الاعلانات دي، مع احترامي طبعا لكل الفنانين والاعلاميين، بس تاني انا عايز اغير الثقافه شويه. انا عايز المثل الاعلى اللي انا بروج بالمنتج بتاعي عليه ان انا اعرف الناس يبقوا ابطال رياضيين حصلوا على يعني ميداليات ورانكينجز عاليه وبطولات مختلفه، وحتى لو الناس مش عارفاهم اكتب مع الاعلان بتاعك ده منتخب مصر لكذا، ده بطل مصر في كذا، الناس تعرفهم، وفي نفس الوقت يبقى عندهم يعني بادجت حلوه، اكيد الاعلانات دي هتتم دافع فيها فلوس، بس يروح للناس اللي تستحق بقى ذلك في الفتره اللي احنا فيها. نغير شويه الثقافه. تاني مع احترامي للفنانين والمغنيين بنحبهم، بس خلاص شفناهم كتير وبنشوفهم كل رمضان، عايزين نشوف وجوه جديده، عايزين نشوف رياضيين، عايزين نهتم اكتر بالملف ده لانه يستحق الاهتمام طبعا. دي انا تاني هرجع اقول هذا النداء وهنقوله تاني ونفكر الناس قبل رمضان، لعل وعسى الوضع شويه يختلف. يعني اختلفت مره، انا فاكر مره كان بيل بوردز كمان في الشارع كده. دي حقيقه وكانت لطيفه جدا وناس كتير فرحت جدا، كانت شركه محترمه وكبيره هي اللي عملت كده طبعا. صحيح. طيب دي كانت درجات الحراره يا حضرات، تعالوا بقى نتعرف على المزيد من التفاصيل حول توقعات حاله الطقس بشكل عام طوال هذا الاسبوع هتكون عامله ازاي. للاجابه على هذا التساؤل مشكوره معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي، وكل سنه وانت طيبه. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذ انا هوند وكل الساده المشاهدين وكل المصريين بخير يا رب. امين يا رب. امين يا رب العالمين. يا ترى بقى المتوقع ايه في الاسبوع ده ان شاء الله؟ الجو هيكون عامل ازاي؟ هل هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره؟ فرص سقوط امطار الى اخره؟ رعد برق. طب خلينا نتكلم الاول على درجات الحراره. خلال هذا الاسبوع هيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره عن الاسبوع الماضي بحوالي درجه لدرجتين، لان متوسط درجات الحراره العظمى فتره النهار على القاهره الكبرى هتراوح ما بين 19 و 18 درجه مئويه خلال فتره النهار. خلال فترات الليل الصغرى هتراوح ما بين ال 10 وال 11 درجه مئويه، فاحنا الاجواء فتره النهار هتظل اجواء شتويه لطيفه على اغلب مناطق الجمهوريه، خاصه مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس وبتساعدنا على الاحساس بانخفاض درجات الحراره فتره النهار. فترات الليل الاجواء هتكون اجواء ما بين البارده الى شديده البروده على اغلب مناطق الجمهوريه، لان كمان في مناطق من شمال الصعيد المدن الجديده درجات الحراره فيها فتره الليل بتنخفض عن ال 10 درجات. بالنسبه لفرص سقوط الامطار، يمكن احنا اليوم وغدا في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه وحاله من التقلبات الجويه بدات بالفعل على السواحل الشماليه الغربيه للبلاد خلال فتره الصباح، بسبب تاثرنا بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وايضا منخفض على سطح البحر المتوسط، يعملوا على حاله من التقلبات الجويه وتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه وكمان السحب الرعديه اللي هيكون معاها امطار ما بين المتوسط الى الغزير والرعدي على سواحلنا الشماليه الغربيه والشمالي الوجه البحري. وزي ما قلت هي بدات فتره الصباح على مطروح والاسكندريه، متوقع خلال الساعات القادمه الامطار تتقدم للبحيره وكفر الشيخ والدقهليه، وزي ما قلنا امطار ما بين المتوسط والغزير والرعدي احيانا على فترات متقطعه من اليوم. مع حركه المنخفض الجوي من الغرب للشرق هتبدا المناطق الداخليه تتاثر بسقوط الامطار، خاصه فتره المساء والساعات المتاخره من الليل الامطار هتوصل لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات شمال وجنوب الصعيد، سواحلنا الشماليه الشرقيه وسيناء وكمان مدن القناه. والامطار في المناطق الداخليه هتكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه على اغلب المناطق الداخليه جنوب الوجه البحري والقاهره، والامطار دي هتستمر في راسها معانا لغدا الاثنين ان شاء الله حتى مساء غدا الاثنين، لكن الامطار غدا ان شاء الله هتكون اكثر في الجهه الشرقيه اكثر من الجهه الغربيه بسبب حركه المنخفض في الجهه طبعا الشرقيه. كمان طبعا مع الامطار ووجود السحب المنخفضه المتوسطه والرعديه، مع يوم الثلاث الامطار هتبدا تنحصر فقط في السواحل الشماليه للبلاد وكمياتها هتقل، وهيكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، وتكون الظاهره الجويه المؤثره معانا
هي الشبورة المائية اللي بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. فإحنا كده في أمطار متفاوتة الشدة هتكون مؤثرة على أغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى اليوم وغدا بإذن الله. طبعا إجابة وافية جدا الحقيقة على السؤال. احنا بنشكر حضرتك عليها جزيل الشكر. عندك أي استفسارات؟ لا معقولة. بنشكرك يا دكتورة منارة على هذه المداخلة جزيل الشكر. والله وشكلك هتطلعي بالفريلات بتاعتك قريب. أنا مش قادر تقتنع. أنت أنا بشتي من شهر 9 مجيس الشتاء ما جاش. أنا بشتي من شهر بنرجع من الساحل أنا شتي على طول. وكأن أحلامك أول بتقولي إيه؟ طب أخبار الرعد؟ سامع كده بتقولي رعد طلع في أهو طلع في رعد مكتوبة لك أنا هوند. هنروح فاصل نرجع نكمل محاضرات. صباح الهنا مرة كمان على حضراتكم جميعا. دلوقتي جه توقيت أو وقت تحديدا يعني أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة، ومراسلتنا سالة حامد هتكون موجودة من مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتقول لنا بقى إيه الجديد والأجواء هناك عاملة إزاي. يا سالة بونجور تفضلي. صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي. ويمكن زي ما انت قلت يا نهاوند يعني كلنا متواجدين طبعا حاليا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم. ويمكن لتاني يوم النهارده الفريق راحه سلبيه من التدريبات الجماعيه طبعا على ملعب مختار التتش. يمكن الفريق بكره ان شاء الله هيرجع للتدريبات الجماعيه استعدادا للمباراه القادمه ان شاء الله، واللي هتكون يعني ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز لكره القدم، واللي هتكون امام نادي المصري يوم الخميس المقبل في تمام الساعه 7 مساء على استاد الاهلي والسلام. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى. ويمكن ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده مستر اوجستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. ويمكن النهارده الفريق هيختم استعداداته يا نهاوند وكريم لمباراه غد ان شاء الله. النهارده التمرين هيكون من الساعه 4 للساعه 6، ويمكن زي ما انا قلت اخر الاستعدادات النهارده لمباراه غد مباراه سموحه، ودي اللي هتكون ايضا يعني على نفس الصاله صاله الامير عبد الله الفيصل وتقام في تمام الساعه 6 مساء. كمان سيدات كره السله النهارده ان شاء الله عندهم مباراه مهمه في اطار الجوله الثالثه من بطوله الدوري السوبر لكره السله سيدات. النهارده ان شاء الله نادي الاهلي عنده مواجهه مع نادي الزمالك في تمام الساعه 6 مساء على صاله الشهداء داخل مقر النادي الاهلي. ويمكن كمان خليني اقول لكل جماهير النادي الاهلي يا كريم ويا نهاوند انه المباراه النهارده ان شاء الله هتذاع يعني بشكل حصري ومباشر على قناه النادي الأهلي. وكمان قبل المباراة هيكون في استوديو تحليلي من الساعة 5 للساعة 6. كمان يعني خليني اقول لكم انه امبارح سيدات كره اليد فازوا او يعني عفوا تعادلوا مع نادي سبورتنج بنتيجه 21-21 تعادل ايجابي. ويمكن ده كان في ختام المرحله الاولى من بطوله الدوري العمومي لكره اليد سيدات، وكده بشكل رسمي يعني تاهل النادي الاهلي معاه خمس فرق كمان في بطوله الدوري للمرحله الثانيه من بطوله الدوري بنظام الذهاب والاياب الفتره القادمه. ويمكن تاهل النادي الاهلي معاه كمان نادي الشمس وسبورتنج الطيران وسموحه ونادي الزمالك. والنهارده ان شاء الله يعني لاعبات النادي الاهلي هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيرجعوا بكره للتدريبات الجماعيه عشان عندهم يوم الثلاث مباراه مهمه مع نادي الزهور، ودي هتكون ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اقول لكم انه الماسترز او رجال كره الطايره امبارح يعني او بالنسبه لعامه لقطاع كره الطايره كان اليوم امبارح مليء بالانتصارات. يعني رجال كره الطايره فازوا امبارح على نادي سموحه بنتيجه 3-1، والنهارده ان شاء الله يعني بدون راحه الفريق هيواصل لتدريباته. النهارده ان شاء الله التدريب هيكون الساعه 6 وبكره التدريب هيكون الساعه 8، وبعد كده الفريق هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراه نادي الزمالك واللي هتكون يوم الثلاث المقبل ايضا في تمام الساعه 8 مساء وهتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. سيدات الطايره كمان امبارح تاهلوا بشكل رسمي للمرحله السيمي فاينل او النصف النهائي من بطوله كاس السوبر المصري للكره الطايره بعد ما فازوا على نادي سبورتنج في مباراه يعني صعبه على الفرقتين بنتيجه 3-2 ثلاث اشواط مقابل يعني شوطين. ويمكن يعني شهد اللقاء في اول او في بدايه اللقاء يعني تاخر سيدات او ملكات الكره الطايره يعني في البدايه كانت النتيجه لصالح نادي سبورتنج ب 26-24، وبعد كده رجعوا يعني سيدات الكره الطايره بشكل قوي وقدروا ان هم يفوزوا على نادي سبورتنج وتاهلوا بالعلامه الكامله للسيمي فاينل. يمكن فازوا في كمان المباريات اللي فاتت على نادي الصيد ونادي سبورتنج، وكده الاول هيلاعب الرابع في السيمي فاينل عشان كده النادي الاهلي هيلاعب نادي وادي دجله اللي احتل يعني المرتبه الرابعه في ترتيب الفرق في بطوله الدوري او كاس السوبر المصري.
وان شاء الله يعني يوم الجمعه المقبل هتكون مباراه السيمي فاينل، ونادي الاهلي هيواجه فيها نادي وادي دجله، ونادي الصيد هيواجه نادي سبورتنج في المباراه الثانيه، واللي هيفوز طبعا في المباراتين هيتاهل للدور النهائي، وده هيكون يعني يوم 14 يوم السبت المقبل. وبرده كل المباريات دي هتقام على نفس الصاله، صاله نادي المقاولين العرب طبعا اللي هتكون في مدينه نصر. يمكن دي نهاوند وكريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي نهاوند لو في اي سؤال، ولا انا عوده مره اخرى للاستوديو. لا تغطيه اكيد اكثر من رائعه، وبنتمنى التوفيق النهارده ليعني فتيات الاهلي في المباراه اللي هتكون بين الاهلي والزمالك، واعتقد كلنا هنتابعها طبعا، وفي ناس كتيره كمان هتكون حاضره. كل التوفيق لفرقتنا باذن الله. نروح بقى للصحافه الرياضيه حضرات، ونتعرف سوا على اهم المانشيتات الموجوده في مختلف الصحف والمواقع الرياضيه. معانا عبر سكايب الاستاذ صبري سراج الناقد الرياضي، وسيقرا معنا مشكورا ابرز عناوين الصحف. يا صباح الخيرات على حضرتك يا استاذ صبري، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل يا استاذ كريم، وصباح الفل يا نهاوند، وكل سنه وانتم طيبين وكل الاهلاويه بخير، ويا رب تبقى سنه حلوه علينا كلنا ان شاء الله. صباح الخير يا كريم، عفوا يا صبري، وكل التوفيق ليك يا رب، وسنه كده تبقى سعيده علينا وعلى النادي الاهلي كمان بقى. اللهم امين يا رب. هنبتدي معاك باليوم السابع لو تسمح لنا يا استاذ صبري، والعنوان فيه بيقول قمه ناريه بين اتلتيكو مدريد وبرشلونه في الدوري الاسباني. وطبعا ما فيش ذره شك ان ده هيكون ماتش تقطيع بالمعنى الحرفي للكلمه. كيف ترى الصوره كامله في هذه النسخه من الدوري الاسباني؟ طبعا الدوري الاسباني السنه دي فيه منافسه شرسه ما كانتش متوقعه قوي ما بين برشلونه اللي كان بيمر بفتره صعبه قبل الموسم ده ما يبدا، وريال مدريد المنتشي بالبطولات دائما. اتفاجئنا بنسخه كويسه جدا محليه لبرشلونه بعكس تواجدهم في دوري الابطال، انما اللي حصل في الدوري الاسباني ان هم قدموا نسخه كويسه جدا وبتتطور. هم دلوقتي المتصدرين بفرق الاهداف، النهارده لو حققوا الفوز على اتلتيكو مدريد هيكونوا هينفردوا بالصداره بفرق 3 نقط عن ريال مدريد اللي خسر امبارح. فاعتقد ان هي مباراه يعني هتبقى صعبه جدا على برشلونه، لان خصوصا ان عندهم غيابات مهمه، ليفاندوفسكي موقوف وده اهم عنصر هجومي في تشكيله برشلونه، فمش هيكون متواجد النهارده. خوردي البا كمان مش هيكون موجود بيلعب اتلتيكو مدريد الصعوبه، لكن الفوز بيها هيدي مش بس ثلاث نقاط وافضليه في الترتيب لبرشلونه، لكن كمان هيدي ثقه كبيره جدا ان الفريق قادر يفوز في اي وقت وعلى اي منافس مهما كانت صعوبته برغم الغيابات. فانا اعتقد ان برشلونه النهارده هيبقى نازل وعنده عوامل مهمه هو بيشتغل عليها او حابب ياكدها، لان فوزه النهارده انا بشوف ان هو مش ما اقدرش اقول على مستوى النقط ان هو هيقربه من الدوري الاسباني، انما هيديله دفعه قويه جدا بعكس اي نتيجه ثانيه. لو تعادل فاحنا ماشيين زي ما احنا، خساره مش هتبقى شيء لطيف بالنسبه لهم، لان هم هيفضلوا بنفس عدد النقاط مع ريال مدريد، انما الفوز النهارده هيعني ان هم هيتصدروا بفارق 3 نقط، هيعني ان هم بيقدموا نسخه قويه من برشلونه وبيستعيدوا شخصيه وهويه النادي اللي يقدر يحقق الفوز في اي ظروف بتواجهه يعني، ودي طبعا سمات الفريق البطل. الناحيه الثانيه اتلتيكو مدريد فرقه ده احنا اتكلمنا قبل كده لو تفتكر في ان هم عندهم تارجت معين بيشتغلوا عليه، التارجت ده ان هم يكونوا موجودين دايما في التوب فور يعني. فهم دلوقتي في الحقيقه في الموسم ده فيها شويه تراجع يعني، لما يخسر 4 ماتشات من 15 في اول 15 ماتش في الدوري دي حاجه مش معتاده قوي على فريق زي اتلتيكو، لكن النتائج اخيرا تحسنت سواء في الدوري او في الكاس، فهم برضو على الطريق وحابين ياكدوا ان هم انتعشوا ان هم قادرين ان هم ينهوا الموسم بشكل كويس. فالنهارده احنا متوقعين طبعا يكون ماتش كبير جدا وممتع. طيب صبري هنروح معاك سريعا كما احنا معانا خبرين كمان، خلينا نبدا بيه يلا كوره. الماتشات كالاتي: اللجوء للاعاده طبعا الماتش امبارح بين ليفربول وولفز كانت حاجه غريبه شويه، بتكلم هنا بكاس الاتحاد الانجليزي، والمباراه كان فيها يعني اخطاء كارثيه لو انت تتفق معايا بالامس، كان كمان تحديدا من حارس ليفربول. شفت الماتش ازاي وتعليقك او تقييمك لهذه الاخطاء الكارثيه اللي اطلقت عليها فعلا كارثيه؟ اتفضل. هو ماتش غريب جدا الحقيقه، أليسون بيكر اخطا طبعا خطأين غير اعتياديين بالنسبه له، حارس من افضل حراس العالم، لكن
الحقيقه ان هو بعد الهدفين اللي سكنوا مرماه بالشكل ده، الحقيقه اظهر شخصيه قويه وكان موجود وحاضر بقوه في بقيه المباراه، وقدر ان هو يتعامل مع الكرات اللي جات له بعد كده بشكل مميز جدا. الاخطاء ما كانتش بس الحقيقه من اليسون، انما كان في اخطاء كتير في نص الملعب وفي خط الدفاع، وكان في لعيبه بتتزحلق على وشها كتير، وشفنا يعني احنا ضحكنا كتير والمباراه شغاله. دي حقيقة. الولفز كمان قدموا مباراه بالنسبه لهم طبعا كبيره جدا، حققوا نتيجه قويه. امادا تراوري واللاعب اللي هو الكوري الجنوبي، انا الحقيقه مش متذكر اسمه، انما قدموا لقاء كبير. السنه دي ليفربول بيعاني جدا من بدايه الموسم، ما اعرفش الموسم معاهم ممكن ينتهي بشكل عام ازاي. الحقيقه الكل لما نقول ان الفرقه تلعب ماتش كويس ونقول خلاص هيبداوا يفوقوا، تلاقي هزيمه بعدها او تعادل مخيب، فان نتائج مهتزه جدا في ليفربول. طبعا هم عندهم نقص كبير في السكواد، وما عندهمش فرصه ان هم يتعافوا. هو الكونكشن وحش ولا انا بتهيألي؟ يعني صبري النتورك او في حاجه في الكونكشن مش افضل شيء، شويه صوتك بيقطع الكل حل. لا هو علق ولا ايه؟ ولا انت معانا؟ طيب صبري يعني حاول كده. للاسف خلاص احنا مش هناخد اخر خبر، بس خلينا نختم معاك بالخبر ده، يعني ان شاء الله نعرف نختم. اتفضل. انا سامعكم كويس جدا بالمناسبه. يبقى احنا اللي عندنا ممكن الكونكشن من ناحيتنا احنا مش يعني مش حاجه للاسف. اشاره السنه دي هو هيكمل الموسم ازاي؟ نتائج ممتازه جدا. كنت بقول ان ليفربول مش مدينا اشاره السنه دي هو هيكمل الموسم ازاي، يعني كل ما يقدم مباراه كويسه ونقول الفريق بدا يدخل على الطريق الصحيح يحصل تراجع جدا، حتى على مستوى السكواد نفسه اصابات كتير، الناس تعشمت جدا بجاكبو، قالوا ان هو هيمثل اضافه كبيره لليفربول والنتائج هتبدا تتحسن، فهو بيخسروا فان دايك لمده شهر على الاقل، ودي كارثه دفاعيه كبيره بالنسبه لليفربول. فالحقيقه الظروف مش مساعداهم، والفرقه النتائج بتاعتها مهتزه، فمحدش قادر يقرا ليفربول هيفنش الموسم ده ازاي. احنا نتمنى ان هو يتجاوز المرحله دي عشان خاطر نجمنا محمد صلاح، عشان خاطر ليفربول من الفرق الكبيره والعظيمه يعني. ف يعني هيبقى شيء كويس جدا لو ليفربول انهى الموسم في التوب فور، ده هيبقى انجاز الحقيقه على المستوى اللي هم بيقدموه دلوقتي، او النتائج كمان مش مساعداهم، فان هو لو انهوا الموسم في التوب فور دي هتبقى انجاز عظيم بالنسبه لهم. يعني المباراه الاعاده ما بينهم ما بين الولفز هتبقى اقوى من الماتش اللي احنا شفناه امبارح، لان الولفز هيبقى عندهم فرصه اكبر او عندهم حماس اكبر ان هم يحققوا نتيجه افضل قدام ليفربول. ليفربول هينزل برضه هناك بالتشكيل الاساسي، واظن ليفربول اي بطوله ثانيه بخلاف الدوري هيلعب فيها بالتشكيل الاساسي، لانه هيبقى شيء قاسي جدا ان هم يطلعوا بموسم صفري يعني. دي حقيقة. هو للأسف بس عشان الكونكشن مش أظبط حاجة، فمش هينفع نكمل معاك الأسئلة قوي، بس بنشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهاردة. جزيل الشكر الناقد الرياضي الأستاذ صبري سراج، شكرا على هذه المداخلة عبر سكايب. طيب احنا هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم في أول فقرة حوارية. كابتن صديق جمال هينورنا وهنتكلم معاه عن اللي فات واللي جاي بالنسبة للنادي الأهلي، خليكم معانا. مرحب بحضراتكم مرة كمان. والأهلي زي ما احنا عارفين دايما معودنا على الانتصارات والبطولات، وده يمكن شفناه في اخر كمان مباريتين، سواء هنتكلم عن بيراميدز او امبي، ان شاء الله نشوفه كمان في يعني المصري المباراه القادمه يوم الخميس. وعايزين يعني نرحب ونشكر كمان كابتن صديق الجمال نجم الاهلي السابق اللي منورنا النهارده، وهنعمل القراءه معاه على البونبوني اللي هو اداهولنا وانا اكلته في توقيت غلط، اكلته قبل الفاصل لما يخلص بثواني. بونجور يا كابتن صديق. صباح الخير. منورنا والله. ربنا يخليك. دمور. صباح الفل. صباح الخير يا كريم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه الحمد لله. طيب. تمام الحمد لله. يا رب. ده بالقرفه ده بقى. جنزبيل. بالجنزبيل. ده كان اول سؤال، خلي بالك الفقره. طعم القرفه ولا طعم الجنزبيل؟ والله الجنزبيل. حلو. عايزين نبتدي مع حضرتك بقى باخر المستجدات، الاضافات والتطعيمات انجاز التعبير اللي بنطعم من خلالها الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. كريستو وخالد عبد الفتاح، رايك في الاضافتين دول ايه؟ وطبعا الحمد لله، طبعا الاهلي نهى الفتره اللي فاتت بمباراتين فوز على بيراميدز وعلى انبي. ده بيدي استقرار برضو فني للمدير الفني واللعيبه و المنظومه كلها، ويطمن الجمهور الفتره اللي جايه. طبعا
الصفقات النادي الاهلي معودنا يعني في اي حاجه بيطلبها المدير الفني وبالذات في المراكز او في اي حاجه في الملعب مجلس اداره والمنظومه كلها بتوفر كل حاجه للمدير الفني. فوقع الاختيار على اللاعب اللي هو الضو، لاعب النجم الساحلي كريستو، لعيب مميز جدا بيلعب برجله الشمال، هداف، ده ان شاء الله يكون اضافه كويسه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه باذن الله. وعلى ما اعتقد هو مضى اربع مواسم ونص، اربع سنين ونص، ودي طبعا هتبقى ان شاء الله باذن الله يبقى مكسب للنادي الاهلي ويبقى اضافه مع زمايله، يبقى ليه تواجد جيد جدا في النادي الاهلي ان شاء الله. طب وخالد عبد الفتاح بقى القادم من سموحه؟ خالد لعيب يعتبر صغير في السن ولعيب مميز جدا الفتره الاخيره، بيأدي اداء جيد قوي، الالتحامات بتاعته كويسه جدا وتكتيكيا على مستوى عالي، وقع الاختيار عليه وانا شايف هيبقى مكسب واضافه في مركز الباك الرايت ناحيه اليمين مع وجود محمد هاني وموجود اكرم ان شاء الله ما يرجع بالسلامه يا رب ان شاء الله. بقى عندك في المركز لاعب او اثنين او ثلاثه، النادي الاهلي بقى عنده استحقاقات كتير فلازم يكون فيه لعيبه كتير في المراكز طبعا. عشان اي لا قدر الله نفس الجاهزيه نفس اللي هو جاي جاهز ما شاء الله وبيلعب اساسي مع سموحه، والصفقه ست شهور اعاره وعلى ما اعتقد ممكن باذن الله بنية الشراء ان شاء الله باذن الله يكون اضافه، وهو لعيب مميز جدا يعني. هي بيبقى في دايما صفقات او اعارات يعني اكثر من اعاره بتحصل ما بين النادي الاهلي وسموحه تحديدا، ليه؟ مش بتلاحظها؟ طبعا النادي الاهلي الحمد لله يعني اي تعاملات مع الانديه لما يكون عايز لعيب من اي نادي كل الانديه او ثلاث ارباعها بترحب جدا النادي الاهلي يتعامل معاه. النادي الاهلي فير يعني، وفي التعاملات تعامله جيد جدا، سواء الامور الماديه سواء الامور الاتفاقات اللي بتبقى بنود العقوده، فاي حد بيتعامل مع النادي الاهلي بيكون مبسوط جدا لان كل حاجه بتبقى متوثقه وستريت يعني ما فيش دوران طبعا، واخد بالك اللي النادي الاهلي بيقوله وفي شفافيه بيلتزم بيه. وده النادي الاهلي على مر العصور القيادات بتاعته الاتفاقات بتاعته جيده جدا وموحده يعني خلاص اتفق على حاجه، حتى لو هياخد اللعيب دوت ويحصل دروب يحصل اي حاجه ما بيلغيش العقد، ما بيبقاش فيه حاجه للنادي تسيل للنادي اللي اتعامل معاه او للاعب، الحقوق كلها بتبقى مضمونه وموثقه في النادي الاهلي ما شاء الله، اي حد بيتمنى يتعامل معاه. الدنيا في الاطار ده بتمشي ازاي؟ يعني مثلا المدير الفني بيقول مثلا انا محتاج لاعب ينضم لينا في المركز الفلاني، نفترض ان هو ما قالش حد بالاسم، مش عارف مثلا مدير فني اجنبي فمش عارف ايه اللعيبه المحليين المتاحين في المركز ده، الدايره بتمشي ازاي؟ يعني هل بيتحط اللاعب المنشود ده تحت الميكروسكوب زي ما بيتقال، بيدرس، بيجاب فيديوهاته لاخر ماتشات ليه؟ يعني التراك اللي بيتمشي فيه لغايه لما بنوصل لمرحله اضافه جديده في الفريق؟ اكيد بيبقى فيه متابعه جيده جدا من لجنه التخطيط، مدير الكره، الجهاز الفني بالكامل. لو المدير الفني بيطلب مركز بس ومش عارف اللعيب، فطبعا الاختيارات بيختاروا لعيب معين مثلا في نادي معين، وبرده بيقولوا للمدير الفني بيلفتوا نظره اللعيب ده ممكن فيه المواصفات اللي حضرتك طالبها، فبيتابعوا متابعه جيده جدا جدا. واهم حاجه في اللعيب اللي بينضم للنادي الاهلي السي في بتاعه يكون جيد اخلاقيا، المستوى الفني عالي جدا، بدنيا، الناحيه الطبيه، كشف الطبي، يعني لازم يكون فيه المميزات عشان لما يقع عليه الاختيار يبقى هو جاي كامل متكامل. المركز برضو، عدد المباريات اللي لعبها، ما انت مش هتجيب لعيب او ترشح لعيب للمدير الفني يكون ما بيلعبش اساسي الفرقه بتاعته. طبعا لازم يكون عدد المباريات كويس، يعني عدد كبير، مشاركات عنده والمشاركات بتاعته قويه وليه تواجد مع فرقته، ده بيبقى فرصته كويسه جدا جدا يضم النادي الاهلي. وفي الاول وفي الاخر الراي الاول والاخير للمدير الفني. النادي الاهلي بيدي الصلاحيات للمدرب عشان لما بيجي بيحصل اي مثلا تعاون مع المدرب او في حساب او في مش انتقادات، في تقييم بيبقى جاب لك الحاجه اللي انت عايزها. المدرب عايز راس حربه، النادي الاهلي الاداره على اصول طبعا الكابتن محمود الخطيب ما بيتاخروش مع اي مدير فني، بدليل ايام موسيماني عايز فلان بيجيبوا له فلان، عايز اللعيب ده في المركز ده، ما بيتاخروش على المدرب عشان لما بيجي المدرب ما يبقاش عنده برضه عذر
ان انا طلبت صفقات او طلبت لعيبه معينه والنادي ما جابليش. فزي ما بيقولوا ايه بالعربي كده، بيحط الكره في ملعبه طبعا، كل المتطلبات اللي طلبها بيجيبها له. فالاختيارات بيكون فيها دقه، الامور الفنيه، الامور البدنيه بالنسبه للاعب، فيها حسابات وقصه كمان الكشف الطبي اللي بيتم. يعني يمكن كان عندنا لاعب كان مطروح اسمه مش مهم يعني، او يعقوبه يعني، لا عادي نتكلم فيها برضه، حاجه كويسه يعني. بغض النظر عشان حتى يعني مراعاه للاعب نفسه مش اكتر يعني، بس طبعا هو في حاجه اسمها كشف طبي وكلنا عارفين هذا الامر، وطالما ما عداش منه يبقى الصفقه اكيد اصل احتراف، اصل احتراف في الاول وفي الاخر. وفي نفس الوقت برضه عشان نقطه مهمه كابتن صديق، عشان البعض قال لك طب هو الدفع فيه حاجه، ما فيش صفقه بتتم غير لما بيطلع الكشف الطبي، وحضرتك تاكد لنا للاعب ان هو يعني سليم 100% ويستطيع ان هو يلعب، مفيش جنيه بيدفع. فاللي فاكر ان في فلوس اتدفعت، مفيش لا فلوس اتدفعت ولا راحت على النادي الاهلي، الكلام ده اصلا تمام. القيل والقال في النقطه دي او في الجزئيه دي هتلاقي في انتقادات كتير. اول حاجه الاهلي ما بيطلعش اي مبالغ ماديه الا لما يكون في عقود متوثقه، وقبل اي شيء دلوقتي في كره القدم من زمان يعني لازم الكشف الطبي بالظبط، فحتى دي ما تقللش من اللاعب. ممكن يجي واحد في كشف الطبي ما فيهوش الحته الكامله او متعافي ان هو ما فيش اي اصابه، ده بيمضي على طول. عنده اي اصابه يبقى في ضرب بعد كده، ما ينفعش تجيب صفقه وتدفع فيها مبالغ ويبقى في الاصابه وتتراكم عنده ويجي بعد كده، يبقى انت اللي هتتضر كنادي. فالنادي ما بيدفعش اي حاجه الا بعد الكشف الطبي الكامل، الامور الفنيه، راي المدير الفني، بعد كده بيتعاقد. الامور اللي هي التعاقدات والحاجات دي ليها ناسها في النادي الاهلي، مفيش حد بيتخطى حد. فكون اللاعب ده لم يوفق، هو غني على فكره، ولما جه ما ليش نصيب يبقى متواجد في النادي الاهلي، بس النادي الاهلي ما دفعش فيه اي طبعا دي نقطه مهمه، اي دولار زي ما بيقولوا يعني، ياكد عليها. سيبك من اللي بيتقال على السوشيال ميديا يعني دايما بتلاقي ما هي المشكله تاني، نرجع ونقول السوشيال ميديا، اي حد بيقول اي حاجه وممكن حد يصدق فيشير فيبتدي، وكانهم بيشكلوا راي عام من زي برونو سافيو لما جه مثلا، شفت الانتقادات قبل ما ينزل الملعب. الراجل جه ولعب وسجل، ممكن مش الماتشات كلها يبقى كويس، ما هو في ماتشات هيلعب اساسي، في ماتشات ممكن يقعد حد مكانه بيخش، بس لما جه جاب لك جون في الزمالك، جاب لك ساهم مع زمايله في بطوله، هدف غالي جدا يعني، ثبت وجود الراجل. بننتظر منه الافضل كمان، خلينا نقول برونو سافيو في الفتره اللي جايه نتمنى يعني هو يقدر يقدم افضل من كده اكيد مع النادي الاهلي. اكيد طيب خلينا نتكلم بقى سريعا ونعمل فلاش باك كده على مباراه بيراميدز وام بي، وبعد كده نخش نتكلم على المصري. مبدئيا المصري هيتلعب على استاد برج العرب، هل بيؤثر يعني؟ برضو انا هاخد الزاويه دي، احنا لعبنا على مع بيراميدز على استاد القاهره فور اكزامبل، وكان من افضل الاستادات، حتى كان وقتها كولر طلع قال لك انا نفسي كل الماتشات تبقى على استاد القاهره، من افضل الاستادات الموجوده والملاعب. لكن احنا هنلعب مع المصري على برج العرب. برج العرب هو احنا لعبنا عليه ماتشات كتير، ماتشات اهلي زمالك، ماتشات مع المصري، ماتشات مع الاسماعيلي، النادي الاهلي بيلعب في اي مكان، بس في ملعب بيبقى فيه ارتياحيه بالظبط للتكتيك اللي بيحط المدرب، للفروقات الفنيه اللي عند بعض اللعيبه، ما يكون ملعب مساعدك يعني. شوف مثلا استاد القاهره في بعض الجمل او بعض الكور اتلعبت عليه بالنسبه للقفشه او السوليه، الدنيا بتبقى ماشيه كويس والملعب بيساعدك. في ماتشات ثانيه ملاعب مثلا بتبقى مش هقول حته ان ايه ما تساعدكش كوشها حلو او لا، انا بتكلم الفنيه، لا ملهاش علاقه بالارض المستوى بتاعها نفسه يعني، ما تساعدكش فنيا ان 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 اللعيبه والحاجات اللي هي بتبقى على الارض وكده. وبالنسبه لفرقه النادي الاهلي، فرقه النادي الاهلي بتلعب كوره على الارض كويسه جدا جدا، فلازم الملعب يكون كويس. هو مش ده المفروض يبقى ده الاساس، ان اي ماتش بيتلعب لازم يتلعب على ارضيه مناسبه وعلى ملعب صالح للتعامل معاه المفروض، بس في اختيارات في اول الدوري، وانت اخترت الملعب ده، انا اخترت الملعب ده، فانت بقى بتتحمل. بس ممكن تيجي تطلب في وقت معين، لا انا عايز العب، من حقي العب على استاد القاهره، اكيد ما حدش هيمانع هتلعب عليه. بس لحضرتك على المبدا ذات نفسه يعني، بناء على ايه بيبقى في ملاعب جاهزيتها اعلى من غيرها؟ المفروض ان كل الملاعب تكون على نفس المستوى من الجاهزيه. ما في ضرب لبعض الملاعب لان في استهلاك، في ضغوطات عليها، في ماتشات كتير بتتلعب مثلا، في فرقه بتتمرن عليها، فبيحصل ضرب لارضيه الملعب. انما الحمد لله الاهلي وفق وراح على استاد القاهره، ادى اداء جيد. بالنسبه للمباراتين، عشان من هون دي بتسال، قبل مباراه المصري الاهلي لعب مباراه بيراميدز على مستوى عالي جدا جدا، اكتسب بعض اللعيبه رجعوا لمستواهم، حوالي خمس ست لعيبه في الملعب كان ليهم تقل في المباراه. الناس بتقول لك النادي الاهلي كان بيلعب بطريقه دفاعيه، لا، الاستحواذ
لو حتى كان فارق لصالح بيراميدز، بس النادي الاهلي استفاد من المباراه تكتيكيا وفنيا، قدر يحرز 3 اهداف. الاجوان اللي جات للنادي الاهلي كلها في الثلث الاخراني. هدف السوليه كان على 18 وهو لاعب وسط في نص الملعب. لو الاهلي ما كانش ضاغط ما كانش هيبقى متواجد في البوزيشن بتاعه في المكان ده، وشاط كوره كويسه جدا جبنا جون. برده الجون الثاني بتاع السوليه اللي جابه بالدماغ فرقه النادي الاهلي كلها في ملعب بتاع بيراميدز. الجون بتاع حسين الشحات كانت هجمه وراح. بص الجمال، بص السد ده فعلا حلو، سد القاهره الملعب بيساعدنا فعلا حلو. بص الباص بيروح صح، بتدوس يعني. بص عوده بعض النجوم زي محمد هاني برده ما شاء الله تألق، قفشه، السوليه، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، الملعب بيساعدك. طبعا الملعب بيساعدك، فالحاجات دي كلها فنيا بتفرق مع لعيبه النادي الاهلي. فعملوا مباراه كبيره جدا قدام بيراميدز وقدروا يجيبوا 3 اهداف وثلاثه بونت غاليين جدا خلوك متصدر. جم للمباراه اللي بعد كده دخلوا بارتياحيه اكتر، الثقه مع مباراه انبي. الاهلي استحوذ ولعب كوره كويسه جدا وادى بقوه وقدر برضه يحرز هدفين، من ضمنهم هدف جميل جدا لقفشه. الاثنين حلوين. السوليه حطها له حاجه عاليه جدا. تكتيك مميز جدا جدا. الاسيست بتاع السوليه كانت حلوه. الهجمه نفسها حلوه جدا. والاستلام لقفشه بمهاره عاليه جدا. بص ما بعدتش عنه، ده رقص الحارس حطها. بص قفشه ديانج برضه قطع مشوار مش هين. نيجي لهدف ديانج، هدف مارادوني، استلم الراجل الكوره وراح قطع والدنيا سالكه برضه معاه، بقى يرقص وراح لحد ما وصل جوه السته وراح جايب جون حلو جدا يعني يتحسب له. لما بيكون فايق اليو ديانج بيعمل فرق هستيري. اكيد هو عنده، بص عنده الامكانيات. لما هو بيساعد نفسه وبيطلع في التلت الاخراني عنده الامكانيات. لا ديانج انا بشوفه من اللعيبه الرائعه بصراحه. يعني في خط نص ملعب النادي الاهلي رقم واحد زي ما بيقولوا ايه، بيقولوا كده بيعتل جامد على زمايله في نص الملعب، بيشيل حمل كبير. لما بيكون فايق وبيكمل الحته الهجوميه زي ما شفت دلوقتي في المباراه، قوه وفاعليه. عدى في التلت الثاني وصل جاب جون زي ما احرز قبل كده في الزمالك، كان بيكمل ورا الناس اللي هم الفراوده او الناس اللي في نص الملعب اللي بيهاجموا، فعنده الامكانيات العاليه. طبعا الماتشين ادوا ارتياحيه لمستر كولر حلو، بس احنا كجماهير ما كانش عندنا الارتياحيه 100%. قول لي ليه؟ ليه؟ بسبب التعادلات. علشان احنا كان ممكن نحرز اكتر من كده يا كابتن صديق. يعني انا وكريم اتكلمنا في النقطه دي في الانترو. احنا سعداء طبعا باللي بيحصل من قبل الفريق الاول بتاعنا، حاجه مشرفه. ولكن عارف انت لما يبقى عندك مثلا ابن صغير وهو جاب درجه حلوه، بس انت عارف ان هو ذكي يقدر يجيب احسن. أيوه. فالاهلي دلوقتي الحمد لله رجع للمكانه اللي احنا نعرفه فيها، فهو كان يقدر والماتش كان سهل والسيطره كانت للاهلي. احنا طمعين شويه. انت حضرتك عايزه ايه؟ يبقى في سكور اكتر ومش عايزه فرص تضيع. انا معاك، انا معاك، بس احنا برضو لما بنيجي نلعب الفرق يعني بيراميدز عندهم مجموعه لعيبه قويه جدا، فاحنا جبنا 3 ممكن نجيب اكتر، ما جبناش. احنا حققنا الهدف المرجو من المباراه بالسكور كويس. انا معاكي لازم يمكن نزود. يمكن كلام هواد ينطبق اكتر على ماتش امبي، على ماتش امبي لان هي الحدوته في ايه؟ حته الفينشنج. الفرص اللي بتضيع، مسيطر ومستحوذ وبتهاجم وبفعاليه وبقوه وبتوصل لغايه المرمى. ساعات بيبقى بس ناقصنا تاتش صغير قوي ينتج عنه هدف. حته التهديف ما برضو المدرب بيتكلم عليها. ليه؟ انت لما بتجيب سكور او اهداف اعلى تدي ارتياحيه للمدرب، لو عايز يغير 3 4 5 هيغير. النتيجه لما تكون معلقه 1 أو 2 بيبقى التغييرات في حدودها، وهو كمان بيبقى مشدود وقلقان لان انت برضو بتلعب فرق قويه. ايوه بس انا رايحه كاس العالم للانديه يا كابتن صديق. انا ليه بقول كده؟ الدوري يعدي. بس انا داخل على حاجه لسه تقيله جدا، مش عندي رفاهيه ان انا اضيع فرصه. حضرتك واخد بالك من كلامي؟ انا ما واصل لكلام حضرتك والمعلومه بتاعتك جيده جدا، وانا بوضح لك برضو رؤيه اكتر فنيا من الحته الفنيه. طبعا انا نفسي يجيبوا 3 و4، بس احنا لما بنلعب فرق ما احنا برضو ايه، الفرق ما بتبقاش قليله، فرق بتيجي تقاتل. يعني احنا بنلعب فرق الماتشات اللي تعادلنا فيها الناس بتيجي تقف ورا بال7 8 لعيبه، فانت لو ما كانش عندك الحلول الفرديه وعندك الضغط على الاطراف وتسديد من بره ال 18 مش هتعرف تسجل اهداف. وساعات الفرق بتيجي بتقاتل قدام النادي الاهلي. طبعا ده العادي، ده دايما كده ودايما. فانت ساعات الموضوع بيهرب مننا ان التكتل ده مع الوقت اللي بيروح مع الضغوطات اللي عليك، ساعات في ماتشات
بتطلع تعادل ولا قدر الله ممكن تتلطش جون وفرقه تجيب جون وتقعد ورا ال 90 دقيقه ممكن ما توفقش. حصلت مع فرق كتير في الدوري زي مثلا الزمالك واسوان، زي الزمالك والداخليه، الداخليه كان واخد 3 بونت، واخد 3 بونت خلاص في اخر دقيقه الزمالك اتعادل او في الوقت الضايع. فاحنا الماتشات اللي بيبقى فيها تكتلات المدرب بيشتغل عليها، بيحافظ لعيبه النادي الاهلي بحيث ان ازاي نكسر التكتلات دي، ازاي نضغط، ازاي نسجل اهداف. فكاس العالم للانديه زي ما نهواندي تفضلت وبتقول يعني بتلفت نظرنا، والنادي الاهلي ليها حسابات ثانيه وليها مقاومات ثانيه وليها تجهيزات ثانيه، لان المستوى هيكون اعلى طبعاً من الدوري المحلي فور شو طبعا بكتير. هتلاقي فرق عالميه وفرق قويه جدا جدا. احنا والوداد موجودين ان شاء الله في كاس العالم، على بال ما تيجي الصفقات برضو ان شاء الله يكون ليهم دور ويشاركوا معانا، بتدي اضافه للعيبه النادي الاهلي، وهيبقى فيه شغل تاني وتكتيك تاني على الارض. مستر كولر هيعرف يتعامل ان شاء الله البطوله دي غير الحاجات المحليه، غير افريقيا بقى الملف اللي فاضل عندنا برضو يعني، ودوري ابطال افريقيا. افريقيا برضو قويه ما تقلش عن كاس العالم للانديه، لان بتقابل فرق قويه جدا جدا ولازم انت تكون مستعد. فانا شايف باذن الله مع وجود الصفقات دي مع المدرب تركيزه العالي جدا الفتره اللي جايه، لما بيركز هو كل ما بيقعد في النادي الاهلي كل ما الرؤيه بتكون واضحه اكتر 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 ليه، من تغييرات اثناء المباراه، من اختيار التشكيل المناسب، من بعض اللعيبه، لان ممكن هو في مراكز معينه بيحط مثلا نهواند، لا الماتش ده عايز كريم، عشان كريم يبقى كويس او نهواند تبقى كويسه تاخد كتير باستمراريه في الملعب. يعني عندك اللعيب اللي جانا شادي حسين، شادي حسين وهو في السيراميكا الاجوان اللي بتروح منه في النادي الاهلي كان بيسجلها في سيراميكا. ليه بقى؟ هناك كان بيلعب بارتياحيه ما فيش ضغوطات عليه، انما ده النادي الاهلي طبعا اي حد بيجي لازم يتحمل ضغوطات النادي الاهلي والجماهير والسوشيال ميديا، لان النادي الاهلي فريق كبير صحيح. فلازم انت تتعامل والثقه تكون موجوده عندك ان شاء الله. مع الاشتراكات كتير والمشاركات كل ده بيفرق معانا، اللعيب بيعلى وبيتقل في الملعب، هتبقى دي في صالح النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي، ودايما بنقول ان احنا جماهير ليها طبيعه خاصه جدا، بطبيعه الحال طبيعه الجماهير دي بتشكل ضغط على اي واحد ايا كان هو مين وايا كانت امكانياته وقدراته طالما ان هو لابس تيشيرت النادي الاهلي. الى اي درجه ممكن ده يكون عنصر يعني قوه وتقويه للاعب، وممكن يكون الجماهير او ممكن تكون الجماهير عنصر هدم ضغط او هدم؟ لا، هي في النادي الاهلي بتبقى عنصر قوه، وقوه جد قويه يعني جدا جدا بالنسبه للاعب، بتدي له باور، لان الجماهير دي بتخليك انت في الملعب تنزل لما مؤاخذه تنزل تاكل النجيله طبعا، ان وراك جمهور عظيم فعلا لما بيخش من اول دقيقه يشجعك لحد اخر دقيقه معاك على الحلوه والمره زي ما بيقولوا صحيح. لما مستواك بينزل بيشيلوك بيفضلوا يضغطوا عشان يرجعوك للمستوى بتاعك، لما بيجي بينقدك او بيتضايق او بيدور وشه كده بعيد عنك بيبقى من حبه ليك انت. يعني لما جات الجماهير شويه بتزوم على قفشه بيحبوا قفشه جدا، ما قفشه جايب لك بطوله افريقيا مع زمايله القاضيه ممكن طبعا. والحاجات دي، فلما بيعمل لك كده بيفوقك، مش كره فيك او في قفشه او فيا، لا ده لازم الجمهور يصحصحني، وده الجمهور الواعي اللي فاهم. جمهور الاهلي ما بيغلطش، عمره ما يكسر لاعب يعني، قصه ان انا ممكن ازعل لكن ما بكسرش اللاعب، دي محبة. دي نقطه مهمه طبعا. جمهور الاهلي ايه؟ بيزعل عليك مش بيزعل منك. زي ما كان كابتن تفضل في بعض الاحاديث، كان لما اللعيب بيمشي النادي الاهلي كابتن يقول لك انا زعلان عليه مش منه، لان واحد بياخد قرار خاطئ بيروح في سكه غلط، خسر كل حاجه، خسر النادي الاهلي، الصرح الكبير ده هو اللي بيدفع الثمن. فلما اللعيب بيجي النادي الاهلي الجماهير بالذات تيجي تزوم على واحد بتحبه جدا جدا عايز يرجع لمستواه، انما عمرها صحيح. ما تسبه ولا صحيح. تغلط فيه ولا يكتبوا عليه حاجه، لان اللعيبه دي كلها بتفرح جماهير النادي الاهلي طبعا. فالجماهير دي بتدي باور للمنظومه كلها. واحنا شايفين بالصدفه اللقطه اللي بيقلع فيها قفشه التيشيرت وحاططها فوق راسه من فوق وحريص انه يجري لغايه الجماهير عشان يوريهم اللي هو عامله ده، بيرد النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، وبطبيعه الحال جماهير النادي الاهلي على راسه من فوق. دي بيرد. بص يا كريم بيرد ازاي؟ بيرد عملي، احرز هدف جميل طبعا. فبيقول لهم بص الحته دي طبعاً. ان انا عارف قيمه النادي الاهلي، النادي الاهلي فوق راسي، انا لو في تقصير مني يعني لازم تقفوا معايا تسامحوني، مثلا مش خد الفانيله رماها في الارض صحيح. او عصب، فهو عارف حجم المكان اللي هو فيه وعارف الناس دي هي اللي بتعمل اللعيبه
جماهير النادي الاهلي الفضل الاول للمنظومه كلها، الجماهير رقم واحد طبعا. اي حد هو اللعيبه عندنا عايزه تكمل مع النادي الاهلي يعني قفشه. انا كان من سنه تقريبا كنت بتكلم معاه في الموضوع ده بعد القاضي على طول، كان بيقول لي انا قدامي لسه على الاقل 10 سنين مع النادي الاهلي، انا مش عايز اسيب يعني. لو كنت بساله لو انت هتروح جالك فرصه ثانيه، انا 10 سنين مكمل مع النادي الاهلي. فاللعيبه بتاعتنا برضو عندها حاسس طبعا طبعا بقيمه النادي وبيحس بيك انت وانت بتشجعي. لما تيجي تكلميه هو عارف ان انت بتحبيه وعايزاه يبقى كويس، لان هو كويس النادي بيبقى كويس. بعدين اللعيبه كلها واي لاعب يحصل له دروب ده يعني ده وارد جدا، واي نادي بيحصل له دروب ده، حتى شفناه دلوقتي مع ليفربول يعني الوضع اللي هو بيعاني منه عامله ازاي، حاجه تزعل. اللي بيقول السلام عليكم الديفنس بتاع ليفربول بيجيب جون فيه. والله الناس عليهم كده، الواحد مش فاهم ايه اللي بيحصل بجد، ايه اللي بيحصل برضه. بص يا حضرتك، انا باجي بجيبها من فوق المنظومه، مجالس الادارات اللي هي لازم يوفر يعني. شوف النادي الاهلي اي حد عايزها مدير فني بيقولوا له في حدود الامكانيات بيتوفر حالا طب. بالمتاح. ليفربول نادي كبير جدا جدا وعريق وليه تاريخ، بس هم ممكن يكونوا ماسكين شويه في الصفقات. لازم يطلعوا مبالغ ويجيبوا لعيبه جامده كويسه ومميزه، ما يسترخص يجيب لعيبه قليله، تجيب لعيبه في مستوى صلاح بالظبط، لان هالن المدير الفني دلوقتي تغيير المراكز وبعد ساديو ماني ما مشي الوضع ليس الافضل. يجيب زي ساديو ماني، يجيب زي هالاند، الناس دي فدي محتاجه فلوس. تاني اللي حاصل مع ليفربول كده كده كفيل بان هو يصحصحهم الفتره الجايه وياخدوا شويه قرارات ثوريه ينتج عنها تغيير جذري للي حاصل. في دروب عندهم، وعلى فكره جزء كبير من الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه من شويه المتعلق بالنادي الاهلي وطبيعه الكيان ده عبر عنها بايجاز وبشكل رائع التعليق الصوتي اللي كلنا سمعناه لعلي معلول وهو بيقدم في الفيديو التقديمي لكريستو، يعني بيقول له انت جاي كيان كبير هتحقق فيه طموحاتك، المسؤوليه ضخمه، وفي نفس الوقت تقدر ان انت تتالق في هذا المجال وبيدعمك 70 مليون. كل المتناقضات اللي هي بتميز برافو عليك ده. برافو عليك، اثرت نقطه مميزه جدا جدا في توقيت كويس. مين اللي بيقول؟ علي معلول اللي هو سبقه، لعيب اجنبي، هو مش اجنبي دلوقتي، هو من النادي الاهلي وابن النادي وعمل تاريخ وبصمه في النادي الاهلي. النادي الاهلي اضاف له كتير جدا، هو اضاف للنادي الاهلي في مركزه وبيساعد مع زمايله. بس لما يقول كلمه زي دي ان بينقل لك الحدث اللي هو عاشه طبعا، استقرار مادي مليون في المية، استقرار اداري، استقرار فني ليه هو. بيحصل اي دروب عنده بيتصاب بيرجع تاني، حب جماهير مش طبيعي، الجماهير عمرها ما اتغيرت معاه، فبينقل الصوره زي ما اللي قبله نقلها. فلما لعيب اجنبي زي الضو ده يجي ويشوف مثلا الكابتن علي معلول فيجي هيطلع كل هيبذل اقصى حاجه عنده عشان يعمل يكتسب الخبرات والثقه والحب اللي خده علي معلول، هو عايز يظهر بنفس الصوره. فهقول لك الاهلي اضافه لاي حد، صدقني والله يعني اتقالت كلمه زمان بيقول لك الاهلي سلم كهربائي. يعني ازاي سلم كهربائي؟ يعني انت تنزل في اول دور بتدوس على الزرار بتبقى في اخر دور، لو 50 دور الدنيا كلها بتعرفك. صحيح. بتروح في اي نادي تاني بتلعب بتطلع السلالم دي 3 4 دور ممكن يجي لك مزق تقع. فاي حد يجي هنا يعرف قيمه المكان صح. ده طبعا. هيمسك فيه بايده واسنانه. صحيح. اتمنى التوفيق طبعا ليهم الفتره اللي جايه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله والاهلي يبقى متصدر على طول بجداره بالخمسه بونت يبقوا 10 و15. ايوه وان شاء الله يرجعنا الايام الحلوه اللي كانت قبل كده. ايوه 2020 محدش يحصلنا. هو ده كالعاده العادي بتاعنا. ان شاء الله باذن الله. نورتنا كابتن صديق، وكل سنه مره ثانيه وحضرتك بخير، السنه دي تبقى حلوه علينا كلنا يا رب. ربنا يخليكم، كل سنه طيبين، وانا كنت سعيد جدا متواجد معاكم يعني. نورتنا. الف سلامه يا كريم. الله يسلم حضرتك. الف سلامه عليك. ربنا يخليك ونشوفك على خير ان شاء الله. حبيبي. طيب احنا بكده حضرتك نكون انتهينا من اولى فقراتنا الحواريه، هنطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل تاني ضيوفنا، خليكم معانا. عوده لعشرة الصبح في الاهلي، اهلا بيكم مره ثانيه. في الفقره دي هنتكلم عن الاستعدادات اللي بتتم حاليا لبرلين 2023. طبعا يعني انطلقت المسابقات الوطنيه للاولمبياد الخاص وبمشاركه اكثر من 30 لاعب ولاعبه من هيئات وافرع الاولمبيات الخاصه في محافظات مصر المختلفه. هنتكلم مع حضراتكم في كل هذه التفاصيل مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في هذه الفقره، المهندس هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاص. يا صباح الخيرات على حضرتك، اهلا بيك. اهلا بيك. نورنا يا باشمهندس. هابي نيو يير. علينا كلنا يا رب. فعلا يا رب تبقى سنه حلوه. كلنا محتاجين نبقى احنا خارجين من 2022 برضو ايه يعني زي ما اتقالت سلخنا. أيوه عايزين نشم نفس بقى. وقبليها كورونا وقبليها يعني الحمد لله ان شاء الله خير يا رب. بنتكلم في ملف مهم جدا هنا
وحضرتك طبعا رئيس الاولمبياد الخاص، بس سريعا طبعا الاولمبياد الخاص ده اللي هو بيبقى من ذوي الهمم اللي عندهم مشاكل، يعني بيسمى عقليا تحديدا يعني. احنا بنقول عليه فكريا. احنا يعني الاولمبياد الخاص دي مؤسسه عالميه غير هادفه للربح طبعا، مهمتها الاساسيه هي رعايه ذوي الاعاقه الذهنيه. احنا عندنا الاعاقات كتير قوي، في اعاقه بصريه، في اعاقه حركيه، في اعاقه سمعيه، قصار قامه، غيره، وفي اعاقه ذهنيه. من وجهه نظري ومش تحيز، هي اصعب الاعاقات، لان ايا كانت الاعاقات الثانيه ده شغال وتقدر تتفاهم وتقدر تعمل بالزبط. لكن الاعاقه الذهنيه الحقيقه بتبقى صعبه شويه. انشئت الاولمبياد الخاص في سنه 68 والنهارده موجوده في 200 دوله. احنا مؤسسه بتاعتنا يونيفاي ايجيبت، مؤسسه مسجله في التضامن، احنا اللي بنمثل عندنا الاكريديتيشن بتاعه الاولمبياد الخاص المصري. هايل. الحقيقه احنا بقالنا سنين طويله، ويعني الواحد لازم يقول ان الفضل لوجود الاولمبياد الخاص في مصر كان للسيده ماجده موسى الله يرحمها. الله يرحمها، كانت شخصيه محترمه وقيمه كبيره. انا بحب دايما اذكرها بالخير طبعا، لان هي اللي بدات، ما كانش عندنا حاجه للعاقه، هي اللي بدات وعملت الكلام ده، والحقيقه مجهودها مازال شغال، واحنا بنكمل مسيره ماجده موسى. طيب احنا بقالنا موجودين في مصر حوالي 20 سنه، اكتر من حاجه 20 سنه. اتعاملنا مع عدد ضخم جدا من ذوي الاعاقه الذهنيه. طب هل احنا بنعمل ايه؟ هنتكلم عن الرياضه حالا، بس احنا كمان الميزه عندنا ان احنا مش مؤسسه رياضيه، ولكن مؤسسه بترعى ذوي الاعاقه الذهنيه من جميع النواحي، اجتماعيا وصحيا ونفسيا، ودمجهم مع المجتمع، عشان كده حتى المؤسسه بتاعتنا لما سميناها يونيفاي ايجيبت يعني الدمج، لان كل العالم دلوقتي بيقول ان دمج ذوي الاعاقه عامه بس خاصه ذوي الاعاقه الفكريه في المجتمع وتعاملهم مع الاصحاء بيفرق جامد جدا في تنميه القدرات بتاعتهم. صح. النهارده المدارس بتدرس دمج. كنا بنتكلم من شويه ونهاوند في التفصيله دي، وقلنا ان احنا لاحظنا تغيير ملحوظ في المجتمع وفي نظرة المجتمع لذوي الهمم بشكل غير طبيعي. عايز اقول لحضرتك، كان زمان اللي بيجي له طفل عنده اعاقه ذهنيه غالبا بيقفل عليه ومحدش يعرف عنه حاجه. يعني احنا كنا من كام سنه كده بنفتح فرع الوادي الجديد، فاحنا بنعمل كشف طبي كل 3 شهور لحوالي 300 طفل من ذوي الاعاقه. ليه بقى؟ لان ذوي الاعاقه الذهنيه بطبيعتهم بيبقى عندهم امراض اخرى، سواء في القلب او في السمع او في النظر، دي اكتر حاجات عندهم فيها. ان شاء الله يا رب. فاحنا بنعمل كشف طبي لغير القادرين كل سنه، فكنا بنعمل هذا الكشف الطبي في الوادي الجديد، وجات لنا ام معاها بنتها. دايما السؤال الاولاني قولي لنا الطفل بيقضي يومه ازاي؟ طلع ان هي بتصحيها الصبح، تفطرها وتشطفها، وبعدين تغليلها نبات كده بيطلع في الوادي يعني منوم، عشان تنام لحد بالليل، وبعدين تعمل نفس الحكايه بالليل وتديها نفس المنوم لحد مش عارف تتعامل معاه. النهارده لا، مفيش الكلام ده. النهارده لما لعبنا في الاولمبياد الالعاب العالميه اللي فاتت في دبي، كان معانا 3 من الوادي الجديد، ودي كانت حاجه مفرحانا جدا، ان بعد ما فتحنا الفرع بتاع الوادي الجديد احنا شفنا ولاد في الوادي الجديد لما شافوا الكوره ما عرفوش ايه دي، عمرهم ما شافوا كوره، ايه دي يعني اعمل بيها ايه. فالحمد لله. طيب نيجي بقى للرياضات، احنا بنشارك في كل الرياضات او كل المسابقات العالميه. احنا كل 4 سنين الاولمبياد الخاص هي بتتعمل كل 4 سنين زي الاولمبياد العاديه. احنا عندنا 3 انواع من الاولمبياد معترف بها عالميا، الاولمبياد العاديه اللي احنا كلنا عارفينها، والبارالمبيك، والسبيشال اولمبيكس. دول ال3 حاجات اللي بيتلعبوا كل 4 سنين. اخر مره الحقيقه ابو ظبي استضافت الالعاب العالميه وعملت فيها مجهود غير طبيعي برعايه الشيخ محمد بن زايد. مصر خدت 81 ميداليه، وده كان رقم كبير الحمد لله من البعثه بتاعتنا. بنستعد حاليا لبرلين. برلين 2023 هتبقى في شهر يونيو اللي جاي. البعثه اوريدي اتحددت، احنا هنشارك في 15 لعبه من حوالي 20 لعبه، 15 رياضه. البعثه بتاعتنا 109 فرد ما بين لاعبين ومدربين واداريين. بنستعد دلوقتي بعمليه الفند ريزنج او يعني السبونسرز عشان نقدر طبعا احنا كل تكاليفنا اتكلمنا فيها والله لسه النهارده انا وكريم تاني على موضوع السبونسرز ده لابد منه بصراحه. احنا كنا ماشيين كويس جدا، بس طبعا الظروف
العالميه خلت حتى الشركات دلوقتي بقت معامله ان شاء الله قبل الاولمبياد هنكون قبل الالعاب هنكون قدرنا لان احنا ما بناخدش حاجه من الحكومه خالص. طب معلش ليه ما بناخدش السؤال يعني احنا دلوقتي الاتحاد هو بيصرف على نفسه. طيب الاتحاد مختلف عننا شويه. اتحاد العقد الذهنيه هو اتحاد انتوا مش تابعين ليه حضرتك؟ لا 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 خالص. اوكي لا طب يعني حضرتك رئيس الاولمبياد الخاص ده ملوش اتحاد؟ لا ملوش اتحاد. هو المؤسسه العالميه زي اللجنه الاولمبيه كده. احنا زي اللجنه الاولمبيه في الاولمبياد العاديه. ده الصرف فيها ذاتي او سبونسرز. احنا بنصرف من التبرعات بتاع الشركات والمؤسسات والافراد. ده الصرف بتاعنا والحمد لله. طب وليه ما تجوش تحت مظله اخرى؟ احنا تحت مظله التضامن الاجتماعي. لكن ما بناخدش اي دعم من التضامن الاجتماعي. اي دعم طبعا اداري. يعني فايدتها جايه من ايه؟ لا ما احنا لازم عشان يبقى عندك مؤسسه غير قابله للربح لازم تسجل نفسك في التضامن. الحقيقه الدكتوره يعني الدكتوره نيفين القباش الحقيقه بتساعدنا في حاجات كتير قوي، بتسهل لنا حاجات في السفر في الحاجات دي، لكن ماديا احنا لحد دلوقتي مكتفيين بالسبونسرز بتوعنا ومكتفيين بالدخل اللي بيجي لنا من التبرعات. الشركات الوطنيه وضعها ايه بقى في حاجه زي كده؟ احنا اكبر سبونسر عندنا هي شركه وطنيه كبرى. من غير اسمها بقى. من غير اسمها شركه. بس ده بيبقى مندرج تحت السوشيال سيرفيس اللي اي شركه بتقوم بيه اللي هو بيبقى باي لو باي فورس يعني. وانا بشكر الشركه دي لانها شركه وطنيه تعمل في مجال الاتصالات ومن غيرها ما كناش هنقدر نعمل كل اللي عملناه ده. طيب هنيجي بقى لحاجتين مهمين قوي. احنا في 2018 خلي بالك برضو 2018 دي كان فيها بطولة كاس العالم العادية. أيوة. وفي نفس الوقت كان في بطولة كاس العالم للأولمبيات الخاصة. بنلعبها برضو في نفس توقيت يعني بعد كاس العالم العادي. فإحنا كنا بنمثل منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا في السيدات. للأسف ما مثلناش في الرجال، الإمارات هي اللي خدت الرجال. لكن إحنا كنا بنمثل مصر في كرة القدم للسيدات. طبعا فريق دمج. يعني 60% منه من ذوي الإعاقة و 40% سلام. خدنا الميداليه البرونزيه. ما خسرناش غير ماتش واحد في قبل النهائي مع البرازيل. طلعنا الاول على المجموعه بتاعتنا رغم كان فيها المكسيك وكان فيها الهند وكان فيها بلاد قويه. طلعنا نمر يعني الاوائل. لعبنا في قبل النهائي مع البرازيل خسرنا لان البرازيل ده تقول لي اعاقه مش اعاقه هم يعني جامدين في كل حاجه. لا الكوره دي ما فيهاش هزار هناك. والله وخسرنا 2-1 واحنا اللي بدانا بالتسجيل. وبعد كده كسبنا الثالث والرابع. خدنا ثالث. الحقيقه يمكن كنتوا جايبين الصوره دلوقتي. ممكن نرجع الصور تاني يا جماعه بعد اذنكم. الحقيقه فخامه الرئيس وهتكلم يعني عليه ثواني، ولكن هو الحقيقه كرم البعثه كلها بعد ما خدنا الميداليه البرونزيه. وبالذات دول الاداريين يا باشمهندس. لا ده تكريم تاني خالص بس اني واي هقول لحضرتك عليه برضو ده مهم قوي. ده ايه بقى؟ ده كان تكريم لسياده الرئيس. السنه دي مش السنه دي بقى خلاص 2022 الاولمبيات الخاصه العالميه كل سنه مجلس الاداره بيختار شخصيه واحده عالميه شخصيه عامه يكرمها لجهودها في مجال الاعاقه عامه وخاصه الاعاقه الذهنيه. ف 22 اختاروا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده تكريم 2018. ده الفرقه اللي خدت برونزيه كاس العالم في 2018 وقام السيد الرئيس الحقيقه بتكريمنا واعطانا الميداليه نوت رياضه ما شاء الله عليهم. يعني انا ما اقدرش اقول عليهم مشكله ولو صغيره. لا عايز اقول لحضرتك يعني. كمان عايز اقول لحضرتك ان الميديا الاذاعات والتلفزيون في امريكا دي كانت بتلعب في شيكاغو. فالاذاعات اللي هناك كانوا مستغربين جدا ايه مصر دي يعني اولا سيدات واعاقه خلاص ومصر تطلع. فالانترفيوهات اللي انا عملتها في التلفزيونات هناك كان كل السؤال ازاي مصر يعني بالنسبه لهم برضو مصر يعني غير امريكا. لما عرفوا ان احنا عندنا 7 وزراء سيدات كانوا مذهولين. لما عرفوا قد ايه الرئيس بيهتم بهذا الموضوع فالحمد لله. احنا عندنا من فتره هم اللي مش متابعين بقى محسسني ان مصر دي يعني احنا ايه الامريكان لا هم عندهم ده طول موضوع قديم يا جماعه قديم الازل. رغم يعني ثوره المعلومات والاتصالات لكن كتير جدا منهم ما ده يعتبر يعني مش لا انا لسه كنت هناك قريب. لا شعب قافل على نفسه. العالم بالنسبه له هو من الايست كوست للويست كوست ده العالم. الباقي ده اذرز. انا بكلم واحد في شهر 7 اللي فات في عز الحرب بتاعه اوكرانيا كنت بتعشى مع حد فبتكلم معاه فبقول له اصل من يوم الحرب بتاعه اوكرانيا بقى الدنيا
قال لي ايه حرب اوكرانيا؟ انا جالي ذهول. وعلى فكره انا بكلم حد يعني السمه دي معاهم من زمان. تفتح التلفزيونات هناك كله على امريكا، مفيش حاجه ما بيعملوش اي اكسبوجر بره امريكا. انا عايز اسال حضرتك على حاجه لو تسمح لي، برضه ليها علاقه بالفئه المحترمه اللي احنا بنتكلم عليها مع حضرتك في اللقاء ده. ايه الفرق بين ذوي الهمم المصريين وغيرهم من الجنسيات الثانيه؟ انا اللي خلاني اسال حضرتك السؤال ده ايه؟ ان انا بشوف ان احنا عموما كشعب بشكل عام مقاتل بطبعه، يعني احنا في حياتنا حتى اليوميه بنضطر نخوض في تحديات يمكن غيرنا ما يسمعش عنها وما يتخيلش. واقل الامكانيات يا كريم بنصنع حاجه. دي حقيقه. بص يا كريم، الحقيقه مش تحيز للمصريين عشان انا مصري، ولكن انا عشت في 6 بلاد وزرت 61 دوله في العالم. طيب وعشت اكتر بالاجابه معنى سؤال. كلمه عشت يعني اقمت واشتغلت. ايوه فعديد يعني مش 6 بلاد مجرد زياره لا مش مجرد زياره. الزيارات 61 دوله. فانا بعتبر نفسي يعني شويه عندي اكسبوجر على الدنيا. المصري عامه قبل ما نقول على بتاع العقل، المصري عامه عنده ذكاء فطري، عنده قدره على مواجهه الصعاب مش موجوده عند حد تاني. هديك مثال في الرياضه بما اننا في قناه الاهلي الجميل. تلاقي دايما المصريين في الحاجات بتاعت الناشئين بيطلعوا الاوائل، ياخدوا كاس العالم مش عارف ايه في ناشئين كورة مش عارف كده. امال ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هم بيكبروا. اقول الاحبار هو ده بيحصل. ايه اللي حصل؟ ليه بقى في السن ده؟ في السن ده هم تالنتد، يعني عندهم قدرات اعلى من الاوروبيين واعلى من الامريكان كله. لما بيكبروا بسبب الامكانيات والاهتمام والمشاكل اللي بتبقى موجوده دول بيتفوقوا عليهم للاسف. لكن انا لما كنت بشتغل بره ما كنت بشتغل في امريكا. يعني الكلام اللي كان بيتقال على ان الطفل المصري من اذكى اطفال العالم دي مش مبالغه ولا افوار. ده 100%. انا لما كنت بشتغل في امريكا كان حد مره قاعد بيتكلم معايا ففي مشكله كده وحليناها، يقول لي ايه هو حضرتك تعليمك كان في مصر؟ تعليمي كان في مصر طبعا. هو مستغرب ازاي احنا واضح احنا مش عاملين ماركتنج لنفسنا كبير خالص. يعني عايز اقول لك على سبيل السياحه مثلا ادي مثال، عندك مثلا لاعب كريم بنزيما وعندك لاعب برونو سافيو. بنزيما جه في الصيف كان بيقضي الصيف هنا في الغردقه، شوف قد ايه كتب كلام حلو عن مصر. برونو سافيو لما جه راح الغردقه هو ومراته وعيلته برده كام يوم واتكلم ان هو في عز الشتاء ان العالم كله شتاء وشوف انت واتكلم عن مصر كلام حلو. فواضح ان احنا اللي مقصرين بقى. احنا عندنا مشكله في ان احنا هقول لحضرتك حاجه. لما كنا في قمه المناخ قابلت صحفيه فرنسيه وقاعدين بنتكلم، قالت لي انا بلوم نفسي ازاي لحد النهارده ما سمعتش عن شرم الشيخ دي، ايه الجمال اللي عندكم ده؟ فقلت لها ما تلوميش نفسك، لومين احمد، مش دورك انت مش دورك انت اللي تدوري على شرم الشيخ، احنا اللي لازم نوصل لك المعلومه صح. فزي نهوان بتقول احنا مقصرين في الدعايه لمصر. هقول لك حاجه اكتر من كده، الحكومة مقصرة في الدعاية على الإنجازات بتاعتها. يعني ساعات كتيرة جدا تحصل حاجات وتيجي تتكلم مع الناس يقول لك ما أعرفش. لأن ما فيش المارك. خلي بال حضرتك إنك تعمل تسويق لأي حاجة بتعملها، التسويق مش بس بس دي ترجع لكل وزارة إن هي لازم يبقى في مؤتمر صحفي كل فترة بيتعمل بتتكلم الوزارة عن الأداء اللي هي بتقدمه خلال الفترة اللي فاتت، اللونج تيرم والشورت تيرم بلان. طبعاً التواصل مع الشعب ده مهم، فدي ده ترجع للوزارات يعني. طبعاً لازم يبقى في مصداقيه عشان الحاجه اللي تتقال. ان احنا دايما عشان يعني لما كانوا بيكلموني على الانتخابات ان احنا نعمل انتخابات الكترونيه وبتاع، الانتخابات الالكترونيه ممكن في حاله واحده ان الثقه بين الحكومه والشعب تبقى وصلت لدرجه عاليه جدا. أيوة. نقدر نعمل انتخابات. بس هو الحقيقه برضو كلمه حق لازم تتقال على الاقل في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه او الملف اللي احنا فاتحينه مع حضرتك فيما يتعلق بالتعامل مع ذوي الهمم وبروزه او لا ابراز لا. انجازاته والاهتمام الرئاسي يعني في هذا الصدد لا غبار الحقيقه. شوف يا كريم، انا بشتغل مع الجماعه بتوع الاعاقه الذهنيه من 2003. يعني انا بدات 20 سنه دلوقتي بالظبط. أيوه. انا في هذا المجال ما شفتش اهتمام، وده انا مش بتاع مجامله يعني الناس اللي تعرفني ما بجاملش. بس الحقيقه الثمان سنين اللي فاتوا اختلفوا، ومش بقول اختلفوا لمجرد ان يعني فخامه الرئيس موجوده، ولكن أول مرة يطلع قانون 10 اللي هو قانون حماية ذوي الإعاقة عامة. إدى مزايا ما كانتش موجودة قبل كده خالص لذوي الإعاقة، وإدى لهم حماية وفرض عقوبة على التنمر بهم، ما كانتش موجودة. نمرة 2 عملنا أو يعني اتعمل كارت الخدمات الشاملة بتاع ذوي الإعاقة
هذا الكارت غير حياه ناس كتير جدا. انا عايز استاذن حضرتك واسف للمقاطعه بس احنا مش هينفع نعدي نمره 2، ممكن نستكملها لاحقا في اي مره حضرتك تيجي تنورنا فيها، لان احنا لازم نطلع فاصل حيث سيرفع الاذان خلال ثواني. صح. فانا يا دوب نلحق نشكر حضرتك على وجودك معانا جزيل الشكر والحديث بقيه بطبيعه ان شاء الله يا كريم باذن الله. شكرا باشمهندس هاني، ما لحقناش نقعد مع حضرتك ده بجد، لسه كان عندنا اسئله كتيره، بس حضرتك ده مكانك تحت امركم بجد، وان شاء الله على الاسبوع القادم نعمل حلقه ثانيه. بس بجد خليني اقول شابو للاداء اللي حضرتك بتعمله، يعني باشمهندس هاني كل ده بيعمله تطوعا، ربنا يوفق حضرتك في اللي جاي كمان. شكرا لحضرتك. فاصل لحضراتكم ونرجع نكمل.